21. يا حلو صباح يا حلو طول صباح العسل على دي ام سي، صباح الورد على دي ام سي، صباح التفاح على دي ام سي، صباح الرزية دي ام سي، صباح الفول على دي ام سي. صباح الفل والورود على حضراتكم مشاهدينا الكرام، كل مشاهدينا الاحباء، مشاهدي برنامجنا المفضل 8 الصبح، ابدا يومك صح. صباح الفل على حضراتكم، بصبح على كل اهل المحروسه داخل مصر وخارج مصر. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي مع حضراتكم بكل الطاقه الايجابيه ولمده ساعتين معاكم على الهواء مباشره، معانا في كل الاخبار اللي انتم عايزين تعرفوها. بدايه هارد لك لمنتخبنا الوطني. صحيح ما قدرناش نحقق الفوز، لكن اهم حاجه ان احنا يبقى قدامنا عنوان عريض وكبير جدا قدام عينينا لحد ما نعدي هذه الفترة. ايه هو العنوان ده؟ درس الخروج. درس الخروج يعني لازم نستفيد من الفترة اللي فاتت على قدر ما احنا هنعد للفترة اللي جاية، بغض النظر عن الملف اللي بيعده الاتحاد المصري لكرة القدم بدوره، بيحاول ان هو يثبت حقه، بيحاول ان هو يوثق ان حصل مشاكل في موضوع الليزر اللي كل العالم اتكلم عنها. موضوع الليزر بين ده هتلاقوه متصدر في كل الصفحات اللي ليها علاقة بالرياضة العالمية، وصورة محمد صلاح. تمام، حلو جدا ان احنا شغالين وماشيين على التراك ده، لانه زي ما احنا بنقول كده في المثل القديم، اخذ الحق صنعة. حتى لو انت مش هتقدر ان انت يعني توصل للهدف المنشود اللي هو ايه، اعادة المباراة، تمام. في ناس تاني قالوا لا، ده ممكن يتم اعادة ركلات الترجيح. كل الحاجات دي ماشي احنا بنسمعها، ولكن الناس لما بيتكلموا على اللوائح الخاصة بكرة القدم بيقولوا احتمال الوارد جدا واللي هو بنسبة 99% انه يبقى نقل مباريات للسنغال، عقوبات على الجماهير، عقوبات مالية وما شابه في هذا الإطار، ولكن الموضوع هيكون بعيد عن فكرة إعادة المباراة. دي نقطة، ولكن الاحتمالية واردة حتى لو بنسبة 1%. زي ما قلت لحضراتكم، أخذ الحق صنعة، فهنا إحنا محتاجين نوثق الموضوع ده. ليه بقى نوثق الموضوع؟ عشان حتى لما نيجي نلعب على الصعيد الإفريقي يتم عمل حساب موضوع التحكيم، يتم عمل حساب انه الفريق المصري بيلعب او اي فريق اخر بيلعب يبقى مفيش حاجه اسمها تخرج عن القوانين. طالما انت عندك فريق بتستضيفه يبقى لازم تبقى كل حاجه في الاطار الصحيح. امال اللوائح اتعملت ليه؟ عشان نخالفها؟ ده بالظبط اللي احنا بنقوله ومنتظره من الاتحاد الافريقي. الشكوى احنا رايحين بيها للكونجرس الخاص بالاتحاد الدولي بحضور الاتحاد الافريقي لكرة القدم، هنعرض الملف بتاعنا. ومن اول بقى الوصول لارض السنغال ما تعرضت له البعثة المصرية من تحديات ومعوقات ان هي تأدي عملها اللي هي رايحة تأدي المباراة. زي ما هم كانوا موجودين هنا ومتشالين على العين والراس، كنا بنتمنى انه ما يبقاش مثلا في خروج عن النص ضد لاعبتنا، كنا بنتمنى انه ما يبقاش مثلا في ليزر في الملعب، كنا نتمنى انه ما يبقاش في القاء زجاجات ولا القاء طوب على لاعبتنا في الملعب، كنا نتمنى انه مثلا مش واحد من الصحفيين زمايلنا ازازه تترمي على راسه فيحصل له اغماء في الملعب، كنا بنتمنى انه ما يبقاش في هتافات ضد لاعبتنا من اول الوصول وخروج عن النص، ولافتات بتترفع ضد محمد صلاح وغيره ألفاظ خارجة. كنا بنتمنى إنه ما يبقاش في هتافات على النشيد الوطني. كل ده من الحاجات اللي هي بالنسبة لنا في اللوائح الخاصة بكرة القدم، الحاجات دي كلها فوربيدن، المفروض ما تبقاش موجودة. الحاجات دي كلها معمولة في ملف، والاتحاد المصري لكرة القدم رايح إن هو يعرضها، وهنشوف الموضوع هيوصل لفين. دي جزئية. جزئية مهمة جدا، إحنا لازم نسأل نفسنا اللي جاي إيه؟ ماذا بعد؟ سؤال مهم قوي ومحير قوي، وناس كلها لما تقول لها ماذا بعد يقول لك اه كيروش يمشي، اه لا كيروش لكمل. فهنا الفرقه في وجهات النظر، احنا محتاجين نعرف احنا هدفنا ايه الاول عشان نحدد كل ده. واكيد الاتحاد المصري لكره القدم هيضع كل الاوراق قدامه على الترابيزه، وهيبقى فيه طبعا بعد ما نشوف موضوع الملف اللي رايحين نتكلم فيه قدام الفيفا هيوصل لحد فين، لانه استاذ جمال علام انا قريت له تصريحات امبارح بيتكلم انه لما نشوف هنقرر اذا كان كيروش مكمل ولا لا. كيروش بطبيعه الحال انه العقد بتاعه تلقائيا انتهى. ليه؟ لان هو ما حققش المطلوب منه.
اللي هو التأهل للمونديال. طيب ناس كتير بتهاجم كيروش واحنا نفسنا يعني جوانا، طب كيروش ما عملش اللي مطلوب منه، طيب كيروش كان المفروض ياخد بطولة العرب، مش عشان دي في عقده لكن عشان المفروض ان دي حاجة بديهية بالنسبة لنا. طيب نطلع رابع، ده سؤال، مش اللي هو بننافس على اول وتاني، لا نطلع رابع في بطولة في البطولة العربية، ده سؤال. السؤال التاني، كيروش ما اخدناش معاه البطوله الافريقيه، طب هنا الاجابه على طول لا، ما احنا طبعا عارفين ان الكوره مكسب وخساره، واحنا وصلنا مع السنغال لضربات الترجيح وهذه يعني تقع تحت طائله ركلات الترجيح او ركلات الحظ الترجيحيه زي ما احنا كلنا بنقول عليها، ووقتها اشدنا بالمنتخب المصري ومجهوداته، وده طبعا غير الوجه اللي هو ظهر عليه في بدايه البطوله في انطلاقها. تمام، لكن المباراتين الفاصلتين بقى كان مطلوب ايه من كيروش ورجال كيروش؟ طبعا احنا بنحيي كل اللاعبين، بنحيي الجهاز الفني على المجهودات، بنحيي اداره اتحاد الكوره، لانه او قبل اي حاجه في خط اسمه احترام، ما ينفعش ان حد يعديه حتى لو هو متضايق من المنتخب. دي جزئيه بس حبيت ان انا اشير ليها عشان الناس لما بتيجي بتنتقد حد مش بس هو بيبقى نقد هدام، لكن في تجريح، وده اللي مرفوض على كافه الاصعده. زي ما احنا مثلا في ناس مثلا حاولت ان هي تقلل من الفريق السنغالي، ما ينفعش يا جماعه، لانه احنا طالما احنا بنتكلم وبنستهدف الروح الرياضيه، بنستهدف القيم الرياضيه، بنستهدف ان احنا، انت اصلا لما بتيجي تتكلم بتقول احترام الخصم، ما ينفعش انا اقول كده واجي في كلامي اقلل من الخصم، لانه اصلا تقليل الخصم هو تقليل ليك. طول ما انت خصمك عالي وانت كسبته ده معناه نصره ليك انت، مش النصره ليك ان انت تقلل منه بالكلام او تستخف بيه او تقول لا دول اقل واحنا هنروح، كل الكلام ده يعني الحديث عن الامر ده مفروغ منه. لكن في حد ذاته احنا بنتكلم انه المنتخب السنغالي هو بطل القاره الافريقيه، ده امر واقع دلوقتي، وهو اللي تاهل رسميا لكاس العالم الى ان يجد جديد. هل الملف اللي طلع بيه اتحاد الكوره للفيفا ده هيجدي نفعا ولا لا؟ هننتظر نشوف النتائج، بس لحد دلوقتي هو اللي تاهل لكاس العالم. طيب نشوف اخطائنا، لانه انا يعني مش بقول بقى من مونديال روسيا، خلونا نقرب شويه عشان احنا بنقول احنا عندنا جيل جديد والدفع بعناصر جديده والكيروش لعب بناس جديده ما كانتش موجوده. طيب الفتره اللي فاتت هل احنا حاسبنا نفسنا ولا مجرد بس ان احنا بنكسب ماتش او اتنين او تلاتة او عدينا امم افريقيا وصلنا النهائي، عمالين بنلاقي لنفسنا مجرد فقط ان احنا نقول لا ده اصل احنا خسرنا عشان لعبنا ركلات ترجيح، ما وقفناش عن الخطأ اللي عندنا، ما حاولناش ان احنا نتخطى هذه النقطة، ان احنا لا احنا لازم نواجه نفسنا بالاخطاء. عشان تعرف ان انت تتقدم لازم تقول انا عندي كذا وكذا وكذا وهو ده اللي انا لازم اعدله، حتى لو كذا وكذا وكذا من ضمنهم المدير الفني او حد في الجهاز الفني، انا بدي اكزامبل. لكن انا دلوقتي المطروح قدام الناس كلها، هل احنا الافضل لنا في الفتره دي مدير فني وطني ولا مدير فني اجنبي؟ هل الافضل زي ما فرق عملت قبل كده انه كارلوس كيروش يكمل معانا باعتبار ان هو ابتدى بناء الفريق زي ما اسامي كتيره قبل كده عملت ولا لا؟ ده من الحاجات اللي هي مطروحه دلوقتي، طرح مطروح طبعا اسامي مصريه زي كابتن احمد سامي، زي كابتن حسام حسن، واسامي كتير من الدوري المصري. اسامي تانية انه لا، في اسامي مثلا من الدوريات العالميه وكانوا جم هنا دربوا في مصر زي مثلا فايلر. الناس مثلا بتقول الله طب ما موسيماني اللي يدرب، حاجات كتير هتسمعوها دلوقتي، ولكن انا بقول لحضراتكم احنا طبعا عرضه في هذه الفتره ان احنا نسمع كتير جدا بالونات اختبار، يعني نشوف كده جس نبض، ممكن الصحافه مثلا تقول حاجه، حد على الفيسبوك يقول حاجه، جس نبض، نعرف مين اللي مكمل، اراء، تجميع اراء، لكن اولا واخيرا القرار النهائي هيكون من الاتحاد المصري لكره القدم. عندنا النهارده تحليل للاداء اللي ظهر عليه منتخب مصر والقراءه الفنيه لكارلوس كيروش، هنتوقف مع حضراتكم ايه السلبيات وايه الايجابيات اللي احنا المفروض ان احنا نبني عليها في الفتره اللي جايه، وباكد على كلمه نبني عليها، لانه انا مش لصالح اي حد ان انا اقول لا دمر القديم كله ونبتدي على نظافه زي ما ناس كتير بترفع هذا الشعار هذه الايام. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها انا عندي دلوقتي حاجه
بناء قوي عندي اصلا، فانا محتاج ان انا شويه ترميمات هيبقى كويس جدا، بس محتاج ان انا اقف فعلا واكون صريح مع ذاتي واعرف فعلا ايه المشاكل. وعلى فكره ممكن ما تبقاش مشاكل فنيه اصلا، ممكن تبقى مشاكل نفسيه، ممكن تبقى مشاكل في التعاملات ومؤثره داخل الملعب، الحاجات دي احنا بنشوفها دايما، مشاكل داخل غرف الملابس، عدم ثقه مثلا في الذات، عدم ثقه في التاهل، حاجات كتيره قوي من هذا القبيل. ده انا بدي طبعا امثله، لكن ان احنا نضع ايدينك طبعا كل ما انت قريب من الموضوع كل ما انت هتعرف تحكم. يعني الجمهور اوقات بيبقى حكمه قاسي شويه على الجهاز الفني وعلى المسؤولين في اتحاد الكوره، وده الامر الطبيعي اللي احنا دايما بنشهده على مراحل بقى التاريخ كله. ليه؟ لان احنا بنتفرج بعاطفتنا، لان احنا كلنا غير على منتخبنا، عايزين الافضل دايما. يعني الماتش الاولاني كسبناه كسبانين 1-0 والناس طالعه تهاجم، الناس طالعه تهاجم لانه ليه ما كسبناش 2 و3 و4؟ تخيلوا انت بتلعب قدام السنغال والناس عايزينك تخلص الماتش على الاقل 2-0. طب ما انت قدرت تجيب الجون الاولاني، ليه ما لعبتش؟ وفي الماتش الثاني طب ما انت لما نزل زيزو وامام عاشور ودونجا الدنيا اختلفت في الملعب، ليه ما كملتش بالطريقه دي؟ عارفين التساؤلات دي دمعه كلها من غيرتنا على المنتخب. ولما بنقول مثلا وبنطرح اسم الاسامي كاداره فنيه، لان احنا عايزين منتخب مصر يلعب هجومي، مش عايزين نلاقي منتخب مصر رد فعل مش فعل، وهو ده اللي احنا شفناه، وده كان مغضب عدد كبير من الجماهير على الرغم انه المنتخب المصري كان مأدي اداء رائع في البطوله الافريقيه، ولكن كان في بعض النقاط كان لابد ان احنا نتوقف عندها. في القراءه الفنيه الكروش، ايوه في القراءه الفنيه الكروش، مش معنى انه احنا عدينا المرحله دي يبقى ما كانش في اخطاء. طيب كان في اخطاء للعيبه؟ اه طبعا، ما هي كوره، ما هو ده الطبيعي. عشان بس الناس لما احنا بنتكلم في الحاجه دي، لا انتوا بتهاجموا كيروش، لا انتوا بتهاجموا اللعيبه، لا هنا في لازم يبقى برضو في حد فاصل. وفي الفكره ان انت بقى تحلل كلام اللي بيتكلم، هل هو عايز الصالح العام ولا هو بيتكلم من دافع الهدم؟ طب ما هو لو من دافع البناء انا اسمع واسمع اراء كتير واشوف، مش جايز الراي ده ينفعني؟ مش جايز الراي ده يبقى فيه رؤيه مستقبليه عيني انا نفسي مش جايبها كمسؤول؟ يعني في حاجات برضو واردة ولازم نضعها قدامنا، لأننا أولا وأخيرا كلنا عايزين صالح منتخبنا الوطني. هارلك مرة تانية منتخبنا، هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل أكتر، ولكن عايز أقول لحضراتكم إنه صحف العالم دلوقتي مركزة على موضوع الليزر بان الخاص بمحمد صلاح، عاملين عليه إنه فضيحة. لو معنا الصور يا جماعة نشوفها سريعا كده مع السادة المشاهدين أهو، يعني هتلاقوا العنوان الأبرز في حتى في فحوى الأخبار كلها اللي احنا هنستعرضها، أدي مثلا من سان سبورت، وهتلاقوا بقى كتير كتير من الصحف الأساسي فيها هتلاقوا صور صلاح وعليه الليزر، صلاح والشناوي هتلاقوهم متصدرين، دي الديلي ميل، دي ذا سبان، هتلاقي صور صلاح الأساسي فيها إيه هو؟ هتلاقوا الليزر بن. وبيقولوا بقى من ضمن العناوين انه سلط الاقلام الليزر على وجه محمد صلاح ورفقائه من الفريق المصري، وفضيحه بتحصل في التاهل للمونديال، كلام من هذا القبيل كله. الهدف منه اولا واخيرا اظهار المشاكل اللي حصلت في ماتش مصر والسنغال. وده مش الماتش الوحيد على فكرة اللي اتكلمت عنه الصحافة العالمية، يعني ماتش مثلا زي ماتش الجزائر وخروج الجزائر في التوقيت القاتل زي ما احنا بنقول اللي هو السادن داس بالنسبة له، لا فرصة للتعويض، ده برضو من المباريات اللي سلطت عليها طبعا الصحافة الأوروبية الضوء بشكل كبير جدا. ماتش غانا، ماتش غانا برضو فكرة الهجوم الجماهيري اللي حصل بعد المباراة برضو الصحافة العالمية سلطت عليه ضوء، ولكن الاهتمام أكتر من الصحافة الإنجليزية بماتش مصر والسنغال بسبب محمد صلاح. وكمان الجميل أنه محمد صلاح الجماهير الإنجليزية ابتدت بقى تعمل له بوستات خاصة بيه زي ما تكون بتحتفل بيه احتفال خاص جدا. احتفاء الجماهير هناك قالوا له أنه اتعمل له جدارية هناك في الأنفيلد، في سايد كده من او جانب من ملعب الانفيلد، وهو وهم خارجين الاتوبيس عشان ان هم يواجهوا مباراتهم الجايه، بيقولوا ان محمد صلاح هيشوفوا ميورال بالنسبه له، جداريه معموله بصورته، وده اللي الجماهير رشحته
ان هو يكون هو الجدارية القادمة للاعب من لاعبي ليفربول، وهم الجماهير كان 60% او اكتر بحاجة بسيطة اختاروا ان محمد صلاح هو اللي يكون على هذه الجدارية تكريما لمجهوداته وتقديرا ليه، ومحاولة ايضا لاستمالة عقله ان هو يكون موجود ويجدد للفريق الانجليزي. صباح على حضراتكم مره ثانيه، وندخل بقى كده يعني لفقراتنا ونتابعها معاكم، وابتدي بتوقعات هيئه الارصاد. استمرارا لارتفاع في درجات الحراره على كافه الانحاء، بيسود طقس مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربيه، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشرقيه، شديد الحراره على جنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على كافه الانحاء. واوضحت هيئه الارصاد الجويه انه اليوم بيشهد شبوره مائيه صباحا على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه، ونشاط رياح ببعض المناطق. تعالوا نشوف دلوقتي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة لليوم. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، والى بقى يعني التفاصيل الخاصه بالتوقعات لهيئه الارصاد الجويه. معانا هاتفيا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد. دكتور منار صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه هبه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. احنا اتنقلنا فجاه للصيف، مش الربيع، اتنقلنا للصيف. طمنينا على اخر الاخبار. بالفعل يمكن احنا لسه مستمرين في ارتفاعات درجات الحراره التدريجيه، اليوم درجه الحراره ترتفع عن الامس بحوالي درجتين، يعني متوقع العظمى خلال فتره النهار توصل على القاهره الكبرى 29 درجه مئويه، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، احساسنا بالطقس خلال فتره النهار هيكون مائل للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات السواحل الشماليه، هيكون حار على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترة النهار. لكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس لسه درجات الحرارة منخفضة، في فرق كبير بين العظمى والصغرى بيوصل لأكثر من 15 درجة مئوية. الأجواء باردة خلال فترة الليل، بتكون كمان يعني باردة جدا في الفترات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لسه الأجواء دي محتفظين فيها بأداء الملابس الشتوية. بالإضافة كمان إن اليوم تكونت شبورة مائية كانت كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية، لكن فور سطوع أشعة الشمس الشبورة المائية بدأت في التلاشي والرؤية بدأت تتحسن معها على الطرق الآن. بالإضافة كمان إن احنا اليوم خلال فترة المساء بعد فترة الظهيرة هنبدأ نلاحظ نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ده بيساعدنا على الإحساس أكثر بالأجواء الربيعية. احنا متوقع من غدا الجمعة ان شاء الله يكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، الارتفاع ده هيكون بحوالي 5 أو 6 درجات عن اليوم، يعني احنا متوقع غدا تكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية. ذروة الارتفاعات هتبقى السبت المقبل ان شاء الله، وده هيتوافق فلكيا مع بداية شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضرتك طيبة بخير. ده هيكون ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، العظمى هتوصل على القاهرة الكبرى ل 36 درجة مئوية خلال فترة النهار، خلال فترات الليل هتكون ما بين ال 16 وال 17 درجة مئوية، يعني الأجواء خلال فترة النهار هتكون شديدة الحرارة، خلال فترات الليل هتكون باردة، يعني احنا يعني نسب الرطوبة في الكتل الهوائية دي منخفضة،
ايوه فالاحساس بدرجات الحراره مش هيكون زي فصل الصيف، يعني احنا برضو ما نقلقش من ال 36 درجه مئويه كمان. ده السؤال المهم، احنا المفروض ان احنا نسب الرطوبه في هذه الفتره بتتراوح من كام لكام؟ يعني هي نسب الرطوبه بتبقى يعني احنا قليله خلال فتره احنا دايما العظمى، عشان بس نفهمها للناس شويه، العظمى اللي بتبقى خلال فتره الليل بتوصل ل 85 درجه مئويه 85%، خلال فتره النهار ودي اللي بتبقى بتوصل ل 35%. 35% يعني نسب رطوبه قليله طفيفة. مش عاليه. احنا لو ده بالليل في الفتره المسائيه احنا دايما العظمى بتتسجل في فتره بالليل، الصغرى بتتسجل في فتره النهار. أيوة. بالنسبه لنسب الرطوبه مش درجات الحراره، فاحنا نسب الرطوبه منخفضه خلال فتره النهار وحتى كمان فترات الليل، فانخفاض نسب الرطوبه اللي بتوصل لاقل كمان من 35% خلال فتره النهار ده مش هيخلينا نحس بارتفاعات درجات الحراره، لان احنا معظم الكتل الهوائيه اللي هتؤدي لارتفاع درجات الحراره قادمه من على الصحراء فما فيهاش رطوبه. يعني دكتور يعني منار معلش توضيحا للموضوع ده، يعني احنا في الفترة الصباحية نسبة الرطوبة هتبقى 35% وفي الفترة المسائية نسبة الرطوبة 85؟ ده نسب الرطوبة بالفعل خلال فترة النهار وخلال فترة الليل مش هتتجاوز النسب دي، يعني احنا دايما الرطوبة تحديدا الصغرى الرقم الصغير دايما بيتسجل خلال فترة النهار حتى مع يوم السبت، عشان برضو يوم السبت مهم بالنسبة لنا عشان هو الانطلاقة بتاعة الشهر الفضيل. هي يوم السبت يعني. ان شاء الله تبقى اقل من النسب دي، يعني ده نسب الرطوبة خلال هذه الايام يعني الخميس والجمعة، يمكن كمان يوم السبت ان شاء الله تبقى اقل من كده لان الكتل الهوائية معظمها من على الصحراء فممكن تبقى كمان اقل من ال 35، يمكن خلال فترة النهار تبقى 30. النسب طبعا الرطوبة خلال فترة الليل ممكن تبقى 75%. أيوة. فنسب الرطوبة منخفضة خلال فترة النهار وخلال فترة الليل مع يوم السبت إن شاء الله. فإحساسنا دي بقى موجة حر ولا إحنا مكملين كده لحد الصيف؟ لا هو طبعا دي مكملين كده في ارتفاعات وانخفاضات درجات الحرارة، يعني إن شاء الله بعد ارتفاعات درجات الحرارة وارد يحصل فيه انخفاضات في درجات الحرارة، بس مش هيكون بالشكل اللي شاهدناه الأسابيع الماضية. طبعا إحنا خلاص دخلنا في الأجواء الربيعية، يعني لو درجات الحرارة انخفضت هتنخفض تاني تروح للمعدلات الطبيعية. أيوة. اللي بتتراوح ما بين ال 26 وال 30 درجة مئوية، ده الانخفاض لما نروح لانخفاضات درجات الحرارة. بس احنا يعني خلينا نقول احنا مكملين شهر رمضان في الأجواء دي، الأجواء في الارتفاعات ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، يمكن احنا بعد يوم السبت هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة ترجع تاني العظمى توصل ل 32 و31 يوم الحد والاثنين القادمين. كمان هيبقى في نشاط للرياح يوم الحد والاثنين، ده هيزود احساسنا شوية ب يعني انخفاضات درجات الحرارة او الانخفاض الطفيف. اهم حاجة محملة بأتربة ولا رياح لطيفة ربيعية؟ لا هو مش هيبقى فيه نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه، لكن هيبقى فيه يوم الجمعه والسبت اتربه عالقه. دي عكس شويه نشاط الرياح فيه اتربه عالقه بتبقى زي الشبوره المائيه، لكن زي الاسبوع اللي فات كده بنشهدها خلال فتره النهار مع ارتفاعات درجات الحراره، هي هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه اتربه عالقه، وان شاء الله هي هتبقى معانا يوم الجمعه والسبت ومش هنلاحظها من يوم الاحد باذن الله. بشكر. كمان ممكن التعرض المباشر لاشعه الشمس، لو احنا تجنبنا التعرض المباشر لاشعه الشمس ده هيخفف كمان من ارتفاعات درجات الحرارة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. طبعا من كلام دكتور منار كده نخلي بالنا الناس اللي بتخفف الملابس، خلوا بالكم لأنه الفترة المسائية ممكن فجأة نلاقي الجو قلب، يعني مجرد بس الشمس تكسر فنحس إنه إحنا خلاص بردنا ويجي لنا أدوار برد بقى، وإحنا برضو للكورونا موجودة يا جماعة معانا، فنخلي بالنا يعني مش فكرة إنه النسب قلت ده معناه إن إحنا نطمئن بزيادة، وربنا يحفظ الجميع إن شاء الله. تعالوا من الحالة الجوية نتابع حركة المرور ونشوف تطبيق جوجل مابس بنتابعه معاكم من خلال برنامجكم 8 الصبح، بنتابع معاكم حركة المرور، بنبتدي دايما من طريق العروبة صلاح سالم، بنكمل معاكم نظرة كده من أعلى الخريطة حتى بيبان معانا معظم الطرق المحيطة والجانبية في حالة من السيولة المرورية. ده إيه ده يا جماعة يوسف عباس؟ ده اللي فات ده إيه؟ اللي فيه كثافات متوسطة، ده كده على كوبري اكتوبر؟ لا انا كنت بسال على اللي فات. طيب تمام، بس هو غالبا يوسف عباس اللي فيه الكثافات المتوسطه، وكوبري اكتوبر اهو معانا في الاتجاهين طبعا، واسفل الكوبري في كثافات عاليه، يعني مش هقول بقى كثافات عاليه الا متوسطه لانه الغالب قدامنا هنا اللون الاحمر والنبيتي، يعني كثافات عاليه وعاليه جدا او ازدحام،
فالطرق البديله هنا بيكون حل يعني بالنسبه لنا يعني افضل لنفسيتنا كتير جدا قبل بقى ما اتكلم على الحاله المروريه، لانه دايما الزحمه بتخلينا نتاخر عن الشغل عن المشاوير، وبالتالي بقى بنبقى على اعصابنا فعلا يعني. فاهم حاجه ان احنا من الاول كده نبص على الطرق قبل ما ننزل. طريق المحور بقى رايح جاي برده في كثافات عاليه الى متوسطه، ده كوبري مايو ودخلة المحور، يعني طبعا فترة الذروة الصباحية، إما ننزل بدري شوية أو ننزل نأخر نفسنا شوية لو في فرصة. طبعا الناس اللي ما عندهمش مثلا التزام بميعاد محدد، عشان بس إيه نقلل قدر المستطاع الكثافات على الطرق الرئيسية. توصلوا بألف سلامة. تعالوا دلوقتي هسيبكم مع استعراض متوسط أسعار الخضر والفاكهة، أسعار العملات الأجنبية، أسعار الذهب ومواقع الصرف. تجربة جديدة لركاب المترو هنتابعها مع زميلتي العزيزة سالي تراد في التقرير القادم. واللي قدرت ان هي تقترب من هذه التجربة من ركاب مترو الخط الأخضر على وجه الخصوص، بينظموا حفل للابتهالات الإسلامية، ترانيم قبطية أيضا بمحطة مترو عباسية، وده ضمن المشروع الثقافي اللي تم إطلاقه خلال الشهر الماضي. تعالوا معانا نروح مع زميلتي العزيزة سالي تراد ونرجع تاني. الفكرة اللي بتدور حواليها الفعاليات دي ان احنا عايزين نعمل قيمة ثقافية وفنية مضافة لتجربة ان المواطن المصري يستخدم وسائل النقل الحديثة اللي الدولة بتنفذها زي مترو الأنفاق. فكرنا كمان ان يبقى لينا دور مجتمعي ودور ثقافي ان احنا نبتدي نعمل فعاليات ثقافية وفنية في المحطات تبقى قيمة مضافة. يا سلام منك يا سلام. فكرنا ان في كل محطة نحط المعلومات التاريخية اللي بتتكلم عن هذه المحطة، هيبقى ليها الطابع الثقافي المميز، وفي نفس الوقت برضو احنا بنحط قيمة ثقافية مضافة ان احنا بنحط تاريخ المحطة. معظمنا ما يعرفش ليه اتسمت العباسية، معظمنا ما يعرفش اتسمت ليه باب الشعرية. أظن أنا فاكر قبل الحار.
اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، والى استعراض باقه اخبارنا. والبدايه كالمعتاد برصد النشاط الرئاسي. بالامس تلقى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنيسكي. صرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بانه الاتصال تناول التباحث بشان مستجدات الازمه الاوكرانيه. استعرض الرئيس الاوكراني اخر التطورات في هذا الاطار، خاصه ما يتعلق بمسار المفاوضات. أكد الرئيس من جانبه أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلا عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. طبعا بنشوف مساعي مصرية في هذا الإطار. شفنا دي يعني تاني مكالمة بين الرئيسين، وشفنا أيضا يعني مباحثات بالنسبة لنا إحنا في الإقليم، لأنه ما يمس الإقليم يمسنا كمصريين، وما يمس العالم بيمسنا. شفنا قد إيه المباحثات بقى فيما له علاقة بالتداعيات الاقتصادية، التداعيات على قطاع التجارة والصناعة، التداعيات على قطاع الأمن الغذائي، ودي حاجة من الحاجات اللي بتشغل بال العالم كله، مش فقط الإقليم ومش فقط مصر، العالم كله. فكرة أزمة الحبوب حتى، يعني لما بنيجي نتكلم، لأنه أنت لما بتيجي تبص على حاجة صغيرة قوي ليها بعد كده حاجات بتترتب عليها، وتداعيات زي ما احنا بنقول كده على كافة الأصعدة. لما بنتكلم على أزمة الطاقة اللي مثلا هتطال الجانب الأوروبي، ده بينذر بأزمة كبيرة جدا، اللي احنا بنتكلم في ارتفاع أسعار الوقود. وهنا بقى القفزات اللي احنا بنرصدها كل يوم والتاني، واللي احنا بنبقى قد ايه الدولة بتاخد كل الاجراءات اللي ليها عشان اول حاجة ان هي تمدد بقى مظلة الحماية الاجتماعية بالنسبة للمواطنين، تحاول ان هي تقلل من هذه التداعيات علينا. بالنسبة لنا بنشوف معاك وهنتابع معاك بعد قليل، نشوف بقى الدولار اخباره ايه، الذهب اخباره ايه، رايحين على فين. طيب ناس بتتكلم دلوقتي على مستوى العالم على طول امد هذه الازمة. معانا مداخلة هاتفية. تمام، معانا دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي مركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد صباح الخير. طيب هنحاول ان احنا نتواصل مع دكتور محمد شادي عشان نطلع من خلاله على اخر الاخبار الاقتصادية بعد لحظات مع حضراتكم، وهنتناول خبرنا الاخر التالي. معانا عربة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن سعادتها وفخرها بزيارة غرفة عمليات الهلال الاحمر المصري امس، واشارت الى انه بيعد رمز من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر، ومشيدة بالجهود العظيمة والدور الإنساني اللي بيلعبه هذا الكيان المهم في المجتمع المصري. كتبت قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: تشرفت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري، واللي بيعد رمز من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة والدور الإنساني اللي بيلعبه هذا الكيان المهم في المجتمع المصري. وأضافت السيدة انتصار: لقد استمعت إلى عرض توضيحي لجميع أنشطة الهلال الأحمر وحجم الجهود التطوعية التي يقوم بها أفراده، فتحية فخر وتقدير لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الدولة. نرجع تاني مع حضراتكم نكمل باقي أخبارنا. وإذا كنا إحنا بنتكلم وكنا بنتكلم مع حضراتكم على تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإحنا أصلا ما خرجناش لسه من الأزمة الأولانية. أنا بتكلم مش بتكلم على مصر، أنا بتكلم على العالم كله. فإحنا كده بنتكلم في تداعيات أزمتين مجتمعتين، ولكن خلونا ناخد شق بينهم دلوقتي مع حضراتكم، وهو الشق الصحي، ونشوف اللي جاي بالنسبة لنا إيه، العالم باصص على الموضوع إزاي. هل فكرة إنه الأزمة الأوكرانية الروسية دلوقتي هي المسيطرة أخذت من جهود محاصرة الفيروس ولا لأ؟ وإحنا بقى داخلين على الشهر الكريم وبيحلى فيه اللمة والتجمع قوي. طيب إحنا هل إحنا قلقانين من تزايد الأعداد ولا لأ؟ تعالوا نشوف إحنا بنبص للمنظور ده إزاي على القطاع الصحي المصري والعالمي، مع دكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح. دكتور أمجد صباح الخير.
صباح الخير استاذه هبه، وصباح الخير على الساده المشاهدين. منورنا يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور امجد، بدايه كده ازاي شايف النسب الجديده على مستوى العالم؟ وامبارح منظمه الصحه العالميه بتتكلم في ارتفاع في نسب الوفيات من جديد بنسبه 43% على مستوى العالم. زي ما انت قلتي، الازمه الاقتصاديه والحرب الروسيه ضغط على 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 الاخبار الصحيه بما يخص كورونا واوميكرون والنسب العالميه. صحيح. حتى محليا الحمد لله الاوضاع بقى مستقر، ونسب العدد داخل مصر في حاله استقرار شديد جدا. ولكن انظر حولك، عالميا ابتدى في بعض المناطق ابتدى فيها ازدياد تاني، بعض الدول ابتدت تتجه لفكره الغلق. عندنا شنغهاي في الصين ابتدت خلاص هيبقى يتم اغلاق دلوقتي، اعداد بتزيد تاني في الصين وبعض الدول، وده الفكره اللي انا اخر رقم وصلت معاه في الصين في الرصد اليومي 5000، هل زادوا عن الرقم ده؟ اعتقد احنا وصلنا الرقم ده، واعتقد ان خلاص في قرار اغلاق شنغهاي كمقاطعه تتم فكره الغلق ليها، لان الاعداد بتزيد بنسبه كبيره جدا في دول اسيا وخصوصا الصين، مره اخرى بتزيد الاعداد مره اخرى. وده اللي حذرت منه منظمه الصحه العالميه، لان الفتره اللي فاتت العالم كله فكره كورونا والتحورات ومنظومه اللقاحات ابتدى في انشغال عالمي بيها بسبب الازمه الاقتصاديه والحرب اللي دائره ما بين روسيا والصين، فبالتالي في نوع من انعزال بفكره كورونا او عدم الاهتمام بفكره كورونا بتحوراته الفتره اللي فاتت، وده اللي احنا قلقانين منه. ان يحصل تحور جديد في العالم، يحصل زياده مفرطه حوالين العالم، لان في دول كتير ابتدت فكره الفتح مره اخرى والاجراءات الاحترازيه وتخفيف القيود. وده اللي احنا قلقانين منه، ان يظهر تحور جديد وخصوصا في دول اسيا يهاجم العالم مره اخرى. وكان في تحور اللي هو دلتا اوميكرون الفتره اللي فاتت، دلتا كرون، وده حتى الان رغم ان هو غير مثير للقلق عالميا ولكنه محطوط تحت دايره الاهتمام من قبل منظمه الصحه العالميه، نشوف تداعيات هذا الفيروس. طب ايه اللي خلى نسب الوفيات ترتفع ويحصل فيها قفزه بنسبه 43% واحنا بنقول ان اوميكرون اخف وطأه من باقي المتحورات كلها؟ الجاب، احنا يا جماعه هنفضل في التحورات الفيروسيه دي الفتره اللي جايه، ويجب ان يكون هناك جرعات تعزيزيه باستمرار. وان في دول فيش عداله في توزيع اللقاحات، في دول خدت جرعه، دول ما خدتش، دول خدت جرعتين. احنا بقى لنا كورونا سنتين، في ناس ابتدت من بدري جدا لقاحات، دي هتحتاج الى جرعات تعزيزيه. لا، وفي دول كمان رفعت حتى الكمامات، يعني حتى الاجراءات الاحترازيه الشخصيه ما بقتش موجوده حتى في الاماكن المغلقه. يعني يا جماعه، حتى لما بيحصل فك للقيود ما بتفكش القيود في الاماكن المغلقه تماما او في الاماكن اللي هي فيها ازدحام شديد، لا. حتى السعوديه لما قالت فك القيود قالت في الاماكن المغلقه ارتداء الكمامات، لكن الناس فكره فك القيود ان هي فك الكمامات حتى في الاماكن المغلقه، وده غير صحيح. احنا لا نزال نلتزم باجراءاتنا الاحترازيه وخصوصا في الاماكن المغلقه، من ارتدائنا للكمامات واجراءات النظافه، دي هيبقى اسلوب حياه في الفتره القادمه، يجب ان تستمر ارتدائنا للكمامات واجراءاتنا الصحيه من التباعد والنظافه. رمضان بيحب اللمه، كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيبه، بس ربنا يستر من الكورونا. احنا قلقانين من فكره ان احنا خلاص في صلاه تراويح، ودي حاجات روحانيه ودي شيء مهم جدا جدا طبعاً. جدا، ولكن من يرتاد المساجد هم كبار السن. مش عايزين نقول بلاش روحانيات دينيه، لان دي مهم جدا، ده جزء مناعي الناس تستمتع برمضان بروحانياته. ولكن هنستمتع باجراءات احترازيه، الناس اللي هتنزل تصلي اجراءات التباعد واجراءات ارتدائنا للكمامات ونزولنا بالمصليه والمصليه الخاصه مهمه قوي، مهم جدا 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 جدا، وخصوصا كبار السن، لان هي دي فئه بفعل نسبه كبيره جدا. ايوه، وفي المصلى السيدات كمان. ايوه، فبالتالي اجراءاتنا الاحترازيه داخل المساجد هنقول لا، هنستمتع بروحانياتنا مفيش مشكله خالص، لان برضو ده عامل مهم. الناس لو قلنا لهم لا الصلاه، لا الصلاه مهمه جدا بروحانياتها النفسيه في رمضان طبعا، ولكن هنصلي باجراءات احترازيه مهمه جدا، ارتدائنا للكمامات واساليبنا النظافه. وكذلك لو شخص حاسس ان هو عنده اعراض برد ولو بسيط، ممنوع ان هو ينزل، يعني هيخاف على نفسه وهيخاف على الاخرين. لو حاسس بصداع، لو حاسس بسخونيه، احتقان في الحلق، كحه، لا ده مش هينزل، ودي رخصه شرعيه ان هو ما ينزلش المسجد اثناء وجود اي دور رعايه ليه حتى لو بسيط. نعم، يعني احنا كمان بالنسبه لنا احنا عايزين نقعد نتفرج على التلفزيون واحنا ملمومين، ناكل واحنا ملمومين، نتسحر، نفطر، نتسحر، كل حاجه اللمه بالنسبه لنا. فقول لنا بقى يا دكتور، يعني احنا نحاول ان احنا نتصرف ازاي يعني هنا، وكمان مع دخله الحر بالنسبه لنا فسهل كمان ان احنا نهوي الشقه.
طيب احنا فعلا داخلين على الصيف والجو هيبقى حر في جزء من رمضان. التهويه شيء مهم جدا جدا جدا. اللمه الاسريه من افراد الاسره الواحده دي ما فيهاش مشكله خالص، لان احنا كده لمه اسريه من زمان. فكره العزومات والتجمعات الكبيره هي دي اللي احنا قلقانين منها، وخصوصا في رمضان الفطار ان الناس بتعزم بعضها يبقى في تجمع بلاش، ولو مضطرين يبقى في تجمع او عزومه كبيره انا افضل بلاش في الفتره دي، ولكن لو هيتم هيكون باجراءات تباعديه داخل المنزل بارتدائنا للكمامات، كل واحد معاه طبق متباعد داخل المنزل. بلاش فكره التقارب. ايوه هو كده ابتدينا يعني ايه، ما ينفعش نقول للناس مش هنتجمع، لكن ممكن نقول لهم ايه نتباعد شويه واحنا قاعدين. نتباعد في اماكن تكون واسعه جيده التهويه. ممكن يكون كل واحد ياخد طبقه متباعد. هنبتدي كماماتنا في حاله التقارب وهيعدي رمضان. احنا زي ما قلنا الشق النفسي مهم، لو قلنا الناس بلاش الناس نفسيا هتحبط، وده برضو بيأثر على مناعتهم. هنقول لهم هنستمتع برمضان بروحانياته ولكن بإجراءات احترازية، سواء داخل المنزل في التجمعات او العزومات او داخل المسجد في صلاة التراويح. ومهم قوي النقطة اللي حضرتك ذكرتها، المحافظة على كبار السن قدر المستطاع، بنحبهم وفي عينينا وفي قلوبنا، بس عشان هم كل ده لازم نحافظ عليهم اكتر. بالفعل شيء مهم جدا، لان زي ما قلنا هم اكتر فئه الحمد لله من مرتادي المساجد، ومش هنقول لا ما ننزلش، هنقول هننزل باجراءاتنا الاحترازيه، هنتجمع داخل المنزل برضو باجراءات احترازيه، هنحافظ على غذاء صحي داخل رمضان، وده رمضان ده وسيله حلوه جدا للغذاء الصحي. سلطاتنا في كل اطباقنا مكسرات كل دي غذاء صحي، البروتين، بس هنقلل من السكريات قدر الامكان. أيوة. هنقلل من الغذاء الدهني والسكري داخل خلال رمضان، هنكتر من السلطات والخضروات والبروتينات، هنجتمع متباعدين كمامات في حاله التقارب الجسدي داخل المنزل او داخل المساجد. طب دكتور، بما ان حضرتك رئيس قسم الحساسيه والمناعه بهيئه المصل واللقاح، ما ينفعش اقفل معاك المكالمه من غير ما اسالك، واحنا ده في دخله رمضان كنت بتكلمني على التغذيه السليمه، واحنا في دخله الربيع وده شهر الحساسيه بقى بالنسبه لناس كتير قوي، فخلينا نتوقف كده، ايه اللي نتجنبه خلال هذا الفصل؟ طيب احنا طبعا رمضان داخل مع فصل ربيع ومرضى الحساسيه هيعانوا كتير، في ناس كتير هتبتدي تشغل التكييفات. اول أيوة. خطوه هقول لهم التكييفات من اكبر مصادر الحساسيه، من الاتربه العالقه وحبوب اللقاح وعده الفراش، هننظفها من دلوقتي، مهم جدا ننظف التكييف من دلوقتي لو احنا هنشغله، دي اول خطوه. نظفت التكييف قبل الصيف لازم ننظفه لان ده مصدر للحساسيه. أيوة. تاني حاجه لو الجو فيه رياح خماسينيه او جو مترب هنقول لهم لا، هنلبس كمامتنا لحاجتين. الكمامة ستشكل حائط صد للدخول الأتربة وحبوب اللقاح للأنف والصد، وكذلك فايدة طبعا لسه جايين ان احنا لسه كورونا لن ينتهي، فهي مهمة لكورونا مهمة لمريض الحساسية الأنف والصد. صحيح. اقول لمريض حساسية الأنف والصد هترجع تاني تستخدم بخاختك، ترجع تاني تغسل مراخيرك بمحلول الملح، ترجع تاني تستخدم مضادات الحساسية، ترجع تاني تستخدم بخاخات الصد لان دي هتتحكم في معدل أزمتك. احنا في رمضان في بخاخات حديثة بتستخدم مرتين في اليوم بس، تستخدم في الفطار والسحور، هتعمل تحكم في الأزمة خلال فترة الصيام، وهتخليك تستغني ان انت ممكن تاخد دواء أثناء فترة صيامك، ودي بخاخات حديثة وموجودة جدا. نرجع نستخدمها، هنغسل مراخيرنا محلول ملح، هننظف التكييف كويس، هناكل غذاء صحي متوازن من الخضروات ونشرب مية كتير، هنقلل من السكريات والدهون. بالظبط، ونشرب ميه كتير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد رئيس قسم الحساسيه والمناعه بهيئه المصل واللقاح، بشكرك على كل هذه المعلومات. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم ازاي الدوله المصريه حاولت ان هي تخفف من الاثار السلبيه للازمه الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها، ابتدت تعمل حلول استباقية لحماية الفئات كمان على وجه الخصوص الأولى بالرعاية. إيه هي الإجراءات اللي الدولة المصرية عملتها؟ إزاي قدرت إن هي تتعامل في فكرة إبطاء الآثار السلبية اللي ممكن تقع علينا جراء أو من بقى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، زي ما احنا بنقول عشان توفير الحماية لكافة المواطنين. تعالوا نقترب من هذا الأمر مع دكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بمركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد صباح الخير. إزاي الدولة المصرية من خلال الإجراءات حاولت أن هي تبطئ حركة ارتفاع الأسعار، وده بداية لكلامنا؟ الحمد لله، احنا بداية كده عندنا يعني أنا أستسمعك بس نعلي الصوت شوية يا دكتور محمد. سوري يا حبيبي. كده أحاول والله أحاول جاهدة. اتفضل. طيب اتفضل يا دكتور. ألو اتفضل يا دكتور سامعينك. طيب
طيب بقول لحضرتك يا فندم، هو كان عندنا نوعين من الاجراءات، الاجراء الاول اللي هو كان اجراء استباق زي ما حضرتك قلتي، والاجراء الثاني هو اجراء مع حلول الازمه. الاجراء الاول ده بينقسم الى عده محاور، المحور الاول اللي هو برنامج الاصلاح الاقتصادي بحد ذاته، زي ما حضرتك عارفه ان كان عندنا برنامج الاصلاح الاقتصادي في سنه 2016 2016 الى 2019. البرنامج كان هدفه ان هو يعيد توزيع الدعم بنفسه من جديد، يعني اعاده هيكله الدعم بالكامل بحيث ان هو يصل الى اكثر مستحقين، وبالتالي غير دعم الوقود اللي كان بيستفيد منه الفئات الاعلى دخلا، زي ما كنا بنقول قبل كده مع حضرتك، يعني انه الوقود دوت دعم استهلاكي بيستفيد منه اللي قادر يشتري، وكل ما كان عنده حضرتك قدره اكتر على الاستهلاك كل ما استفادتي اكتر. يعني لو حضرتك بتستهلكي كهرباء لخمس تكييفات هتستفيدي بالدعم اكتر من اللي بيستهلك كهرباء لمبه واحده. وهكذا، فبالتالي كل ما حضرتك كان عندك قدره اكتر على الدفع كل ما استفدت اكتر من الدعم، وده كان لازم يتغير تغير تام، لانه احنا مستهدفين الفئات الاضعف او الفئات الاقل دخلا، وفي نفس الوقت على قدره الدوله على الدعم محدوده في ظل عدد كبير جدا من الفقراء زي ما حضرتك عارف. ده اولا. ثانيا بقى الاجراءات يعني ضبط المخزون الاحتياطي بتاعت المخزون الدولاري دوت، لانه كل ما انا خزنت مخزونات دولاريه اكتر كل ما كان عندي قدره اكتر على توقف الصدمات، والاسعار لما ترتفع يبقى انا عندي مخزون يقدر يامني ان انا اشتري. ده بالنسبه للاجراءات الاستباقيه طويله الامد. كان عندنا اخر محور منهم بناء المخازن والصوامع والشغل علشان تخزن، سواء بقى الغلال والحبوب اللي هتتعرض ليها، يعني اللي هتحمي المواطنين في ظل يعني ارتفاع الاسعار عشان تامن مخزون يعني استراتيجي. طيب يا فندم، بطريقه تخزين، لانه زي ما حضرتك عارفه كل لما كان عندنا مخزون كل لما بقينا قادرين نتعامل مع الازمات الحاله يعني علينا، لانه انا بخزن في وقت الرخص وبطلع. طيب دكتور، الحاله دلوقتي اللي في الشارع المصري، الناس لما بيلاقوا الدولار بيغلى شويه بيقلقوا من ارتفاع الاسعار، الدوله ايه يعني ازاي قدرت ان هي تواجه الموضوع ده؟ الدوله يا فندم بتواجه الموضوع ده اولا زي ما حضرتك شفت كده لما معدلات الفائده الامريكيه رفعت على اسرع تضخم اللي حصل في العالم، لانه زي ما حضرتك عارفه الدولتين اللي بيتحاربوا يعني سواء اوكرانيا او روسيا، دول دولتين من اكبر دول المصدره للمواد الخام في العالم. لما المواد الخام بترتفع بيحصل ضغط كبير جدا على اسعار السلع عموما، لانه المواد الخام دي عرضه لازمه الاستهلاك. لما بيحصل دوت في التضخم بيرتفع في العالم، التضخم لما بيرتفع البنوك المركزيه بتحاول ترفع اسعار الفائده عشان تقلل مستوياته يعني. فلما اسعار الفائده بتترفع ده بيؤدي الى نزوح الدولار من الدول الناميه الى الدول المتقدمه. ده هو نفس المشهد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، عشان كده الدوله اخذت اجراء مهم جدا اللي هو رفع اسعار الفائده عشان تقاوم الارتفاعات على سعر الارتفاعات في التضخم، وبالتالي علشان تقلل نزوح الدولاري الى الخارج، وبالتالي كمان دوت ادى الى ارتفاع اسعار السلع، لان زي ما حضرتك عارفه احنا بنستورد كميه كبيره جدا من الغذاء، لو الكميه الكبيره دي بتاثر بشكل كبير خالص على مرتبطه بشكل كبير خالص بسعر الدولار. بالتالي حصل دكتور بدون اقطع كلامك، في ناس ابتدت تقارن بين الفتره اللي احنا فيها دلوقتي وفتره 2016 فكره تعويم الجنيه. هل في وجه مقارنه بين الاثنين؟ لا يا فندم، هو اولا الدوله نفسها بقت اقوى بكثير جدا من وقت 2016، حضرتك ما كانش عندنا وقتها استقرار سياسي، ما كانش عندنا وقتها يعني مؤسسات الدوله، ما كانش عندنا وقتها مخزون احتياطي نقدي باكثر من 40 مليار دولار، ما كانش عندنا القدره بتاعت اللي هي عشان بس توضيحا للناس اللي هي يعني بدايه فتره الاصلاح الاقتصادي. هو فندم انا بقول لحضرتك انه الدوله دلوقتي بقت اكبر بكثير جدا، كمان الدوله تمرست على مواجهه الازمات في ظل جائحه كورونا، زي ما حضرتك شايفه قدرنا يعني الدوله ادارت العمليه بنجاح وكفاءه، وفضلت محافظه على الاحتياطي يعني قصدي فضلت محافظه على الحاله الصحيه، وفي نفس الوقت فضلت محافظه على النشاط الاقتصادي، هما الاثنين في معدلاتهم الطبيعيه. وبالتالي كان في انكماشات في معظم دول العالم، احنا كان عندنا زي ما حضرتك شفتي نمو، حتى لو نمو اقل نسبيا من اللي كنا متوقعينه، بس ما زال نمو في وسط الانكماش اللي بيحصل على دول العالم كلها. يعني انا عايزه بس اتوقف عند تصريح كده لصندوق النقد الدولي اللي مقدم لحد دلوقتي صوره تشاؤميه لمعدلات النمو لمعظم الدول على مستوى العالم. صحيح يا فندم، ده حاصل، لانه زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا ضغوط تضخميه كبيره جدا من اللي بيحصل في اوكرانيا، والضغوط التضخميه دي بدانا نقول دلوقتي ان هي هتتحول الى ركود، لانه احنا مش قادرين نقاوم التضخم المرتفع دوت، الاسعار مرتفعه جدا في العالم، البنوك المركزيه تحاول. طب ضبابيه الرؤيه دي اللي بتخلي مثلا زي صندوق مؤسسه ماليه كبيره وهي صندوق النقد الدولي ان هو يدي هذه المعدلات السلبيه بالنسبه للجروث ريت بالنسبه لمعظم شعوب العالم، ضبابيه الرؤيه دي بالنسبه لنا انت في تقديرك كباحث اقتصادي لحد امتى؟
لا يا فندم، هي مكمله معانا لغايه 23، مكمله معانا لغايه 23 على الاقل ان شاء الله، يعني لحد 23. صحيح يا فندم، مكمله معانا، واحنا ان شاء الله نتمنى يعني ان هي يعني تبدا الاثار تخف يعني، ونبدا نشهد تحسن يعني، نتمنى ان ده يحصل ان شاء الله. طب دكتور، انت شايف ان احنا مثلا كده مثلا عدينا شهر، يعني تقريبا شهر في اطار هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه، تداعياتها بالنسبه لنا كبيره قوي، ماذا لو استمرت شهور وماذا لو طالت سنه قدام؟ هتبقى التداعيات عامله ازاي؟ انا ما بتكلمش محليا، انا بتكلم محليا وعالميا. هو احنا يعني ان شاء الله الدنيا تبقى احسن، وان شاء الله الدنيا تتحسن، والدوله قادره، عندها مخزون استراتيجي كويس جدا من السلع الغذائيه، وعندها مخزون كمان دولاري كويس جدا تقوم بيه الازمه. دكتور محمد، الصوت بعيد قوي، معلش انا بستسمحك نعلي الصوت. الو، ايوه سامعينك، اتفضل. كده احسن؟ بقول لحضرتك احنا هنتكيف مع الوضع، التاثيرات كلها خارجه عن قدره يعني اي دوله في العالم هي تقاومها، تاثيرات عالميه. هنتكيف، عندنا مخزون دولاري كويس جدا، عندنا مخزون سلع كويس جدا، زي ما حضرتك شايفه الاداره بتشتغل في الناحيتين، بتحاول تزود مخزونها السلعي، وفي نفس الوقت بتحاول تزود مخزونها الدولاري. زي ما حضرتك شفتي يعني الدول العربيه الشقيقه يعني بدات تعمل تدفقات مقضيه كبيره جدا عشان تعادل التاثير اللي حاصل، التأثير السلبي اللي حصل، وبالتالي هيبقى عندنا يعني بتشتغل على ملف جذب الاستثمارات. حضرتك بتقصد كده؟ صحيح يا فندم، صحيح. وفي نفس الوقت كمان توفير يعني زيادة المخزون السلعي اللي المفروض هو يعني بتعتمد عليه، أو المفروض هو يعني قد يتضرر جراء الأزمة. طب هسألك السؤال دايما اللي هو مطروح دلوقتي في الشارع، نشتري ذهب دلوقتي ولا نشتري دولارات ولا نشتري شهادات ال 18%؟ انا والله فندم شايف الافضل على الاطلاق يعني ان هو نشتري شهاده 18%، مش بس لان هي الاضمن، لا، لانه بقيه الاسعار عليها تنزل كبير جدا. احنا داخلين زي ما حضرتك كده في يعني موجه ركود، الناس كلها خايفه من التضخم الحالي هيتحول الى ركود، وده لو حصل الاصول دي هتبقى يعني اصول يعني غير صامده، وقيمتها هتقل بشكل كبير جدا، وخاصه يعني الذهب بالذات هينزل بمستويات كبيره جدا، لانه هيبقى صعب جدا تسييره في ظل الركود اللي حصل. فهو الافضل تحوطا يعني، لكن الاصول كلها لها مزايا ولها مزايا ولها عيوب في الاحتفاظ بها والاستثمار فيها. الافضل على الاطلاق ان انا احتفظ بيه ما يمكن تسييره بسرعه جدا، وفي نفس الوقت ما يحفظ يعني ما اللي هو يكون المخاطره فيه قليله في ظل عدم الوضوح، او يعني عدم وضوح رؤيه، او عدم يعني اليقين اللي حاصل في الاقتصاد العالمي. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي مركز الفكر المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية. أتمنى حضراتكم تكونوا يعني الصوت كان واضح بالنسبة لكم، لأنه أنا في داخل الاستوديو سامعة بالكاد يعني بصراحة. طيب نكمل بقى على الشهر الكريم، يعني حاجات كتيرة جدا، ملفات كتيرة جدا بنتابعها، فرحانين برمضان، بقدوم رمضان، لكن في ملفات كتيرة قوي بتشغلنا، موضوع بقى تحضير الأكل، موضوع إزاي الولاد هيذاكروا في رمضان، وفي أعمال رمضانية درامية عايزين نتابعها، وفي نفس الوقت عايزين نصلي ونصوم ونعمل كل الحاجات دي في نفس الوقت. ازاي طلبة المدارس يقدروا ان هم ينظموا وقتهم، وازاي كمان احنا ما نضغطش عليهم قوي لدرجة ان هم يملوا ويبقوا عايزين يبقوا مثلا متقدرين وهم قاعدين فاتحين الكتاب؟ دكتور صفاء حمودة، استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر، تجيب على هذا السؤال. دكتور صفاء، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير وكل سنة وانت طيبة يا دكتور صفاء. الو، طيب هنحاول معاودة اتصال بدكتور صفاء. وزي ما بقول لحضراتكم، فكرة انه في اهل كده بيعنفوا ولادهم، وفكرة ما طبعا يعني موضوع الفرجة على الاعمال الدرامية في رمضان، خاصة بقى يعني مثلا لو في سن صغير ولا حاجة عايزين نشوفوا مثلا الحاجات اللي هي الكرتونية اللي معمولة، لو في اعمال كرتونية، لو في حاجات مثلا معينة مثلا بيبقى كتير على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بتتناولها، فبيحفز ان هم عايزين كمان يتفرجوا عليها، بس ازاي الأهل يوازنوا بين الحاجات دي كلها؟ دكتور صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، انضمت لنا. دكتور صفاء، صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح النور، أهلا بيك يا دكتور صفاء. يعني إزاي الأهل يقدر يوازنوا بقى بين الحاجات بقى اللي الأولاد شايفينها قدامهم عايزين يعملوها كلها في شهر رمضان، وفي نفس الوقت مطلوب منهم إن هم يذاكروا؟ تمام، هنرتب اولوياتنا، ضروري الاسره تجتمع مع بعض ونرتب اولوياتنا. فاحنا الاولويات احنا زي ما حضرتك كده ذكرتي ان في مذاكره وفي مدرسه هنحضرها، دي اول نقطه، في دراسه، في مسلسلات وحاجات عايزين نشوفها، وثالث حاجه ان احنا محتاجين نصلي ونصوم لانه هو شهر كريم ومش هيتكرر غير مره في السنه. فاحنا محتاجين نرتب اولوياتنا، فلان وقت المذاكره الحقيقه محدود، والامتحانات بعد رمضان على طول، فهتبقى دي من ضمن اولوياتنا مع الصلاة والصوم.
هنأجل بقى كل المسلسلات والدراما وكل الحاجات دي لأنها مش من الأولويات وممكن تتعاد وبتتعاد فعلا بعد رمضان. مجرد ما رمضان بيخلص بنلاقي كل حاجة بتتعاد تاني من جديد. صح. لا ودلوقتي ما أسهل اليوتيوب يعني في أي وقت بالضبط موجودة كمان في أي وقت يتفرج عليها على كل المنصات والحلقة بوقتها الأصلي من غير إعلانات طويلة فيقدر يشوفها في وقت البريك اللي هو عايز يتفرج فيه. عارفة طبعا هيلاقي لنا مخرج دلوقتي يقول لنا الباقة. ما هو الباقة مفتوحة في كل البيوت هو ده بس يعني حتى لو انت مفيش باقة يبقى احنا ممكن نأجل ده او نختار برنامج او مسلسل هنتابعه في وقت البريك اللي احنا هنشوفه بالزبط. اللي احنا هنبقى فاضيين فيه ونلتزم بالوقت ده وما يبقاش اغراءات ان انا طب في مسلسل تاني هيتذاع طب نشوف حتة من ده طب هكذا. فياريت الاسرة كلها كمان تدعم ولادها اللي في المدرسة بان هم كمان يلتزموا بان التلفزيون يبقى مقفول في الاوقات دي عشان نقدر نذاكر ما يبقاش الطفل مشتت ما بين ان التلفزيون شغال برا وسمع الموسيقى وهو مش عارف يركز في المذاكرة لانه في فضول طبعا يتفرج اللي بيحصل برا. يعني البيت كله بقى بيلتزم عشان الولد ولا البنت اللي موجودين كمان يلتزموا معاه. ضروري علشان نقدر ندعم ولادنا لان بنلاقي بيبقى في ناس في الجامعه او ناس خلصت انا ماليش دعوه انا حر انا اتفرج فلازم يبقى في يعني نتجنب الانانيه شويه ونوقفها ونبتدي نبص على مصلحه الاسره كلها وندعم بعض لان الصغير اللي بيمتحن ده احنا كنا صغيرين وكان التلفزيون برضه بيتقفل فبالتالي عشان مش عشان كبرنا نكبر دماغنا ليه ونقول خلاص مش مهم هو يستحمل ويمسك نفسه. لان الفضول عند الكل كل الناس عايزه تتفرج واللعبه حاجه حلوه طبعا يعني. طبعا هو لما مثلا بيروح المدرسه اصحابه بيتكلموا وشفنا على اليوتيوب او شفنا في التلفزيون المسلسل الفلاني او ما شابه يعني بيخليه برضه بيحفز عنده لا انا عايز اتفرج. ما هو بالظبط عشان كده بنقول هنختار حاجه لو نقدر نشوفها على المنصات والباقة هتسمح يبقى نشوفها على المنصات عشان يبقى الوقت محدود. كتير جدا من اولياء الامور ما بيقدروش ان هم يقفوا يعني بحزم قدام الزن بتاع الاولاد. انا عايز اعمل انا عايز اتفرج انا عايز انا عايز انا عايز مع كتر الزن خلاص يا سيدي اتفرج. ما هو بالظبط كده ما هو الطفل اللي بيزن على التلفزيون هو بيزن على البلاي ستيشن وهو بيزن على الموبايل طول السنه وهو بيزن على انه ينزل يلعب كوره مع اصحابه طول السنه. يعني دي عادة مش هينفع عندي. بالظبط هو نفس الطفل اللي عايز يعني يلعب بس فاحنا محتاجين ان الاهل عموما طول الوقت مش في رمضان بس صحيح. يبقى في حدود ويبقى في قواعد متفقين عليها مع الطفل ونوصل لهم دايما ان انت بتذاكر عشان مصلحتك ومصلحتك دي الاولويه ان احنا بنحبك فاحنا بنفضل مصلحتك على اللعب انت لو لعبت كلنا هنلعب والدنيا تبقى حلوه محدش هيحب يذاكر احنا مربوطين بيه وبنساعدك وندعمك على لو احنا عملنا جدول كده قبل رمضان ضروري لينا كلنا هل ده هيبقى مقبول من الطفل ولا كل ما بيشوف جداول قدامه بيحس ان هو مقيد زياده لا وده طبعا. بيعمل عنده عبء نفسي هيبقى الجدول طبعا فيه فايده كويسه لان احنا هنحدد الاوقات بيه وهنديله وقت بريك طبعا جوه الجدول وهو اللي هيحط معانا الجدول انا مش هحطه ويبقى نازل عليه كده قانون بينفذه احنا بنتكلم وبنتناقش وبنعرفه كويس قوي وضروري نوضح نقطه ان الامتحانات وقتها محدود وقتها محدود لكن اللعب مفتوح على طول وهتندم بعد كده على الوقت ده فاحنا محتاجين نحط الجدول وجدول. طب دكتور سؤال مهم قوي فكره ان انا اخلي الولد مربوط افضل بالرياضه او حاجه مفيده ولا خليه ان هو يتربط بالتلفزيون والحاجات اللي تشده واي حد من صحابه يقدر ان هو يشده مثلا لموضوعات بقى في التلفزيون موضوعات على اليوتيوب اي حاجه تانية بس انا اقصد ان فكره ان انا املى اهتماماته بالحاجه المفيده. ايوه نملى سواء رمضان او غيره بالظبط بنملى اهتماماته بالحاجه المفيده ما ده في وقت البريك بس برضه بنحط يعني عشان برضه في ولاد بتبقى الكوره هي الاساسي فانا هلعب كوره على طول ومش هعمل اي حاجه غير الكوره لان انت قلتي رياضه فخلاص هي دي الرياضه لكن احنا محتاجين نعمل ده جنب ده ويبقى دايما بنفهم ولادنا ان الحاجات تمشي مع بعضها وانه يتعود يبقى اهتماماته مشتركه في كذا حاجه في نفس الوقت والوقت يقدر يقسمه نعلمه التايم مانجمنت او تقسيم الوقت وتنظيمه من بدري من هم صغيرين عشان يقدر ان هو بعد كده ينظم وقته. يا رب يا رب ده يحصل ان شاء الله. دكتور صباح حموده استاذه الطب النفسي بجامعه الازهر بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا كل سنه وحضرتك طيبه وكل سنه وكل الطلبه حبايبنا بالف خير وكل الابهات والامهات بالف خير وان شاء الله يقدروا ينظموا ويحددوا الاولويات زي ما دكتور صباح حموده قالت لنا دلوقتي فكره ترتيب الاولويات ده يا جماعه العلم العالمي نفسه اتكلم عنه وازاي ان انت تقدر ترتب اولوياتك وازاي ده اصلا بيأثر على تكوين شخصيتك فيما بعد. طيب من الموضوعات الحلوة جدا واللي احنا دايما كده بنحب نتابع هذه الأخبار لما يبقى فيه مثلا صفحة عالمية أو مؤسسة عالمية اتكلمت على مصر
وكمان لما تختار مصر من أهم وجهات العطلات لعام 2022. دي حاجة طبعا بتسعدنا، يعني انه ان انت تكون الفيرست ديستنيشن او ان انت تكون اصلا ديستنيشن للسفر، ويبتدي يبتدي كده يعمل سبوت لايت او ان هو يوجه الضوء على مناطق اللي ممكن للناس الاجانب ان هم يسافروا ليها، خاصة بقى احنا دلوقتي بنتكلم في عز ازمتين، ازمة الكورونا اللي احنا ما خلصناهاش، والازمة الجديدة اللي طالت العالم كله بتداعياتها هي الازمة الروسية الاوكرانية. فلما بنلاقي الحاجات دي كمان ان هو يكون موقع عالمي هو اللي بيشير لبلدنا، فدي حاجة طبعا بتسعدنا جدا. وعشان كده دايما احنا بنحب نجيب لكم هذه الاخبار معنا اللي هي Top Holiday Destinations لعام 2020. اتكلم على مدن كبيرة جدا، ودي طبعا في صحيفة الديلي ميل قالت انه وضعت الديلي ميل البريطانية قائمة بأفضل عطلات ربيع وصيف 2022، وجت مصر في المركز الثاني في القائمة بعد ولاية فلوريدا الأمريكية. قالت الصحيفة ان العالم اللي بدأ يخرج للنور بعد عامين من الإغلاق المتكرر وضوابط السفر المعقدة بيبحث عن عطلة مثالية عشان يشبع الشعور اللي عنده المتزايد برغبة التجول في أماكن مشمسة ومليئة بالحياة. وأوضحت انه وفقا لتقرير صادر عن مجموعة الضيافة أكور بيخطط ما يقرب من 4 إلى 5 بريطانيين لقضاء عطلة هذا العام. وقالت كمان أن مصر بين أبرز الوجهات لهذا العام، ونصحت بزيارة القاهرة اللي وصفتها بأن هي عاصمة نابضة بالحياة وموطن الأهرامات العظيم. وقالت أنه في وقت لاحق من هذا العام هيتم افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد بشكل كامل، ونصحت بزيارة مرسى علم اللي وصفتها بأن هي جنة الغواصين في شواطئ البحر الأحمر. شوفوا قد إيه الوصف جميل. ووضعت الأقصر كمان ضمن قائمة المزارات اللي يجب زيارتها، وقالت ان هي بتقارن بمتحف في الهواء الطلق، وبتعد كنز في القطع الأثرية وموقع لمدينة طيبة القديمة، ونصحت بزيارة الغردقة واعتبرتها مكان لقضاء العطلات على طراز المنتجعات بالقرب من جزيرة الجفتون. وقالت الصحيفة انه دول قليلة بتفتخر بنفس المزيج من المناظر الطبيعية الخلابة والتاريخ ايضا المذهل، وأكدت أنه هذا العام بيعد يعني أنه يكون عام ناجح لمصر جدا. ولفتت إلى أنه في كتير من التجارب اللي يمكن اكتشافها بمناسبة مرور 100 عام على الاستقلال والذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. تطورات كتيرة جدا بالنسبة لنا كساحة كروية مصرية، بنتكلم طبعا على هزيمة المنتخب وعدم الصعود لمونديال العالم، حاجة احنا كنا منتظرينها كلها، يعني كلنا كنا بنتكلم على إمكانية الصعود وإن دي من أسهل المرات، وعشان كده الحزن أصابنا أكتر من أي مرة تانية. عاوزين نقترب من الأجواء دي ونشوف الكواليس كانت إزاي، وقراءة في عقل كيروش إزاي الفترة اللي فاتت، وهل إحنا فعلا كنا متوقعين ده، وهل دي نتيجة إحنا كنا متوقعين إن إحنا نوصل لها من خلال النتائج اللي سبقت عدم التأهل للمونديال ولا لأ. كل ده وأكتر هنطرحه على ضيفي الكريم كابتن عصام مرعي نجم مصر والزمالك السابق. نورنا يا كابتن. صباح الخير يا هبه ماما. اهلا بيك، سعيد اني موجود معاكي. وانت طيبه، كل سنه طيبه. تسلمي لي. انت دايما كنت على الفترات اللي فاتت بمنتهى الصراحه كنت بتتكلم ولا تخفينا سرا انه لا كيروش ممكن ما يخليناش نتاهل للمونديال. ايه اللي كان موصلك للنتيجه دي؟ انا بقيس دوت على الامور الفنيه الخاصه في الملعب. يعني بقيس على الاختيارات، بقيس على التشكيل، بقيس على التوظيف نفسه، على طرق اللعب، مش طريقة لعب. هو عنده طريقة لعب واحدة، 4-3-3. هو عنده، هو نمطي في الجزئية دي ما بيغيرش خالص، حتى كمان حتى أثناء المباراة. حتى في لما بتحصل أحداث في المباراة كتيرة جدا، إن أنا متأخر مثلا في المباراة أو إن أنا كسبان في المباراة، هو ثابت على هذا النهج يعني. في نفس الوقت أنا قست دوت ولقيت إحنا ما عندناش أي كرة هجومية، في يعني كوره بلا شخصيه، يعني منتخب بلا شخصيه. هو افقد المنتخب شخصيته، رد فعل وليس فعل. برافو عليكي. هو فعلا المنتخب من ساعه ما جه كروش هو رد فعل، لان هو افتقد الكره، المنتخب افتقد الكره الهجوميه مع كروش. ايوه الكره الهجوميه، لكن هو كان
متميز جدا في الكره الدفاعيه. بس احنا كنا بنقول نفس الموضوع ده مع كوبر. الاختلاف اللي طلبت برحيل كوبر كان على نفس السبب. لا اختلاف يعني الاختلاف في كوبر نفسه، ان كوبر نفسه لا مش عشان هو تاهل لكاس العالم، لا انا بتكلم دايما على الاسلوب نفسه، اسلوب اللعب. كوبر كان بيدافع لكن كان عنده كره هجوميه، كان في كان في كان في انياب كان فيها انياب هجوميه للمنتخب المصري، كان في رمضان صبحي، كان في عبد الله السعيد، كان في محمد صلاح، كان في انياب هجوميه للمنتخب المصري قوي، عشان كده احنا تاهلنا بشكل كويس قوي. يعني كان في شقين، الدفاعي، الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه، كانوا الاثنين كانوا متميزين. يمكن الشق الدفاعي كان اعلى شويه، لكن المنتخب كان ليه شكل، كان ليه شخصيه. لكن مع كيروش انا بشوف ان هو طبعا ما بين مؤيدين لكروش وما بين معارضين لكروش، انا كنت ثابت على الموقف بتاعي. وبعدين ايه، احنا بنطلع هنا على الهواء مش عشان ننفرد، ان انا ايه، انا قلت ان كروش ينفع او ما ينفعش، احنا بنتكلم في مصر بالظبط، منتخب مصر. منتخب مصر دوت، ان انا بقول انها من اسهل المرات اللي كنا ممكن نتاهل. وبعدين احنا ادينا المنتخب السنغالي اكتر من حجمه، لكن كنت اتخيل ان لو كان في مدرب تاني عنده مرونه تكتيكيه وعنده عين ثاقبه في الاختيارات وفي التوظيف وفي التشكيل، وكان عنده شراسه في النواحي الهجوميه، اقسم بالله احنا كنا تاهلنا من المباراه الاولى هنا. ما كناش محتاجين، كنا نروح هناك واحنا رايحين نتفسح هناك في مباراه السنغال، برغم من قوه المنتخب السنغالي. رايك ما اتغيرش لما وصلنا نهائي افريقيا؟ لا. ليه؟ بعد اول ماتشين. ليه؟ هقول لك ليه. لان انت تاهلتي لنهائي افريقيا وانت جايبه جولين. متخيله؟ يعني متخيل انت لعب دي الحصيله بتاعتنا، دي الحصيلة التهديفيه، الحصيله التهديفيه بتاعتنا ان احنا جايبين جولين. وبعدين ده من ايه؟ من كاس العرب صح؟ بالظبط كده. انا بتكلم في كمان في ان انت كمان، هو كمان عمل انجاز غير مسبوق. ايه الانجاز اللي عمله غير مسبوق كيروش؟ انه خرج من البطوله العربيه وامم افريقيا وما تاهلناش لكاس العالم. ادي ثلاثيه ثلاثيه، والناس بتفكر تفكر. والناس بتفكر ان هو ان هو ان هو يكمل. طب يعني طب ايه الكلام ده؟ طب اطلعوا علينا وقولوا لنا ومين صاحب الفكره دي؟ انه يكمل، انه مثلا ان كيروش ده يكمل وبالسن اللي عنده ده كمان، يعني سنه الكبير ده كمان. يعني انت ضد انه يكمل عشان السن؟ مستحيل. ولا مجتمعه مع القدرات بقى الخاصه بقراءه المباريات وطرق بالظبط؟ هو الاسلوب، الاسلوب عقيم جدا، والاسلوب كمان بيبقى حابس لعيبه منتخب مصر. ومش ده على فكره، مش ده مستوى محمد صلاح، مش ده محمد صلاح خالص، ده واحد تاني خالص. مش ده مصطفى محمد خالص في النواحي الهجوميه خالص، افتقدنا. مش ده محمد صلاح على مستوى المباراه الاخيره فقط، ولا على مستوى الفتره كلها؟ لا، على مستوى الفتره كلها مع كيروش. طبعا طبعا، ما فيش مع كلام. ان الناس حست انه لا، ده محمد صلاح ابتدى يدي وما بقاش بيخاف على رجله، وما بقاش لا يعني لا زي ما كنا الفتره ما اللي قبلها كان متهم بالموضوع ده على طول. لا خلاف على ان محمد صلاح ده من التميمه بتاعتنا ومن احسن لعيبه في العالم، يعني عمل انجازات شخصيه وانجازات غير مسبوقه بشكل العرب. فخر العرب. لكن انا بتكلم على ان الناس كلها بتبقى حاطه امال كبيره جدا على محمد صلاح، ان هو يعني انا مش عايز منتخب مصر يبقى كده. يبقى طبعا محمد صلاح ده في حته لوحده، لكن مش عايز يبقى منتخب مصر كله، لا انا عايز يبقى فيه محمد صلاح، ويبقى فيه لعيبه كتير كمان، يبقى اكتر من 3 4 5 لعيبه. انا هناك بيقولوا ساديو ماني، لكن انا بشوف كمان اسماعيل ساره، ده كمان حاجه تخض، حاجه جامده جدا. وفي لعيبه كتيره جدا موجوده في المنتخب السنغالي. لكن انا بتكلم على حتى البدلاء اللي هو غير بيهم الماتش اللي فات ونزل بيهم كانوا مختلفين، بدايه من المهاجم بتاعه اللي جاب الجول. برافو عليك يا هبه. وبعدين خدي بالك، احنا ما حسيناش بالمنتخب، يعني منتخب مصر ما جاش الا في الدقيقه 70 مع تغيير زيزو ومصطفى محمد ودونجا. الثلاثه لما نزلوا حسينا بشخصيه المنتخب، ضيعنا 3 فرص كان واحده كفيله. ممكن اسالك سؤال؟ ليه ما كملناش في الشكل ده؟ ما هو لانه هو اساسا هو مدرب ما عندوش جرأة. طب ما انا اللي جوه الملعب، انا قدرت العب 20 دقيقه مختلفه ومغير. ليه ما كملتش؟ في مدربين بتتخيل المدربين اللي هم ما بيغامروش وما عندهمش الشجاعه وما عندوش جرأة وعندهم قناعات بطريقه اللعب دي، ان هو قبل كده كان بيوصل كاس عالم بطريقه اللعب ديت. لا انا عايز منتخب، انت كمان مش مدرب، يعني مش ملم كمان بالمنطقة العربية والمنطقة الإفريقية بشكل كبير جدا، أنت جاي جديد على اللعيبة، على لعيبة عرب أو على لعيبة مصريين، بالأخص بخص اللعيبة المصريين. أنت برضو لسه ما بقلاش فترة معينة، ما 6 شهور ولا حاجة، أن أنت تتعامل عليه وتوظيف اللعيبة كلها. هو عنده قصور في النواحي الفنية حتى كمان، خلينا نتكلم في التناقض في الاختيارات. اختيارات عجيبة، يعني ازاي انا ببقى عمر كمال عبد الواحد تحت الباك رايت متميز جدا، وبعدين امام عاشور يكسر الدنيا مع مانيه، الاقي عمر جابر. ايه الخزعبلات دي؟
افتكاسات. وبعدين الاقي كمان الونش بيبعد وحجازي كان مصاب، والاقي رامي ربيع اللي جاي من بعيد او من السفر على ما يوصل يخش الملعب ادخله مباراه نهائي. ايه الافتكاسات دي؟ طب ما تلعب انت الناس اللي بتلعب الرجليه في الملعب. مين الرجليه في الملعب؟ علي جبر مثلا رجليه في الملعب مع بيراميدز، ومثلا كان وايمن اشرف شرف معاهم ايمن احمد ياسين. لا لا مش احمد ياسين في النهائي كان، لا يعني هو لما يجي يستدعي كان يستدعي احمد ياسين كان، بس كان موجود علي جبر وكان وكان موجود علي جبر وكان موجود ايمن اشرف لما هم شاركوا. وبعدين انت ما بداتش براس حربه، بدات بعمر مرموش برضو. طريقه لعب كمان افتقدنا فيها القوه الهجوميه بتاعتنا والشراسه الهجوميه. هو ربما لانه عمر مرموش في المباراه الاولى نزل بشكل هجومي وكان متحرر جدا في حركته، فلذلك هو فكر ان هو كده يبقى في نزعه هجوميه عن طريق بقى مرموش وفي وجود صلاح، يعني هو ده فكره. ساعات يا هبه، ساعات يا هبه انت الواحد الانسان مننا بيبقى عنده فكر مختلف او وجهه نظر، وساعات بتنجح وساعات مثلا ما بيحصلش التوفيق، بس في اغلب الاوقات لازم تنجح. لان انا كمان انا مسؤول عن شعب كبير، يعني 100 مليون كلهم حاطين امال على هذا المدرب، فلازم وجهات النظر تبقى بنسب كبيره تنجح. لكن هو كل اضافات او كل تغييرات او كل وجهه نظر ما بتنجحش، واخد بالك؟ والدليل على كده شعر انه زي ما ناس كتير قالت في المباراه الاولى انه مصطفى محمد ما كانش موفق، فهو حب ان هو يبتدي بمرموش من الاول. شوفي مصطفى محمد، انا مش حاسس ان في راس حربه المنتخب المصري هداف يخوف، لكن المنتخب بيلعب بدون صانع العاب، بدون صناعه اللعب، بدون حد بيمول اللعب. ليه؟ لان هو قفل على لعيبه منتخب مصر، قفل على اللعيبه المميزه، قفل على اللعيبه اللي عندها حلول هجوميه. ايوه هو دي دول مش في حساباته. طب مين اللعيبه اللي عندها حلول هجوميه اللي ممكن يبقى موجودين؟ عندك قفشه عنده حلول هجوميه، عندك زيزو عنده حلول هجوميه، ومحمد شريف عندي محمد شريف مش موجود على خريطته خالص. لا عندك اختيارات احمد عبد القادر، عندك احمد رفعت، عندك عندك في ولد قادم بسرعه الصاروخ راس حربه، ده هيبقى مهاجم منتخب مصر في المستقبل، احمد عاطف اللي هو مهاجم فيوتشر اللي كان موجود في وادي دجله. ايوه انا ليه عينيا في ابراهيم عادل، في ابراهيم عادل في انبي، يعني عندي وفي عمر كمال عبد الواحد، وعندي امام عاشور، يعني وانا في نص الملعب كمان بدل ما بلعب بثلاثه النني والسوليه وحمدي فتحي ثلاثه مدافعين، لا خالص انا ممكن اكتفي باثنين وجنبيهم الثالث ده عنده مسانده هجوميه وصناعه لعب وكمان عم بيدافع. ايه المشكله؟ كابتن عصام، هل احنا ممكن نعمل ناقد كده مقارنه ما بين فتره كابتن حسام البدري وفتره كيروش؟ عشان الناس اللي بتتكلم لا مدرب، لما نيجي نتكلم انه نجيب مدرب وطني يقول لك لا ما نجيبش مدرب وطني. طب احنا مش بنحدد الاسم، بس المقارنه بين الفترات، يعني باللغه الدارجه بتاعتنا كابتن حسام البدري مسلمنا نضيف، ما فيش ولا هزيمه. بالظبط، يعني هو من غير خساره، لكن برضو المنتخب ما كانش بيأدي. يعني كان برضو مع كابتن حسام البدري كان برضو الامور كانت فيها شويه نوع من ما فيهاش التحرر برضو كمان، وما فيهاش ان اللعيبه فايقه او متحرره او، لكن الكابتن حسام برضو من نوعيه من الشخصيات برضو اللي بتبقى جامده شويه في اداء اللعيبه، وده كان بينعكس عليهم بشكل كبير. في نفس الوقت كان في جزء من موضوع الاهلي والزمالك، ان هو لعيبه الاهلي موجوده، ان لعيبه الزمالك، والموضوع ده بقى بيتداس عليه كتير قوي، وبقى موجود باستمرار في السوشيال ميديا. هي اللي دايما السوشيال ميديا، ودي على فكره كبرت قوي، كانت قد كده، وبعدين بقى مره واحده كبرت قوي، بقت تاثر على الجهاز الفني، جهاز الكابتن حسام البدري كمان، ودخلت الجهاز الفني واتاثرت على اللعيبه كمان في الملعب. لكن الاداء كان نسبيا افضل شويه في النواحي الهجوميه. يعني في النواحي الهجوميه كان افضل شويه. ليه؟ لان كمان كان شريف بيلعب. شريف كان اساسي مع كابتن حسام البدري وكان بيسجل. لكن خليني اقول لك، مع كيروش انا بشوف الامور بدات في ليبيا، الناس كلها يعني استشعرت ان المنتخب قادم بقوه مع ليبيا، مع احترام ليبيا طبعا. لكن بعد كده ما شفتش المنتخب تاني. لان ده انا بصي هبه، مش هينفع منتخب، ده كان اول ماتشين هو خاطر. بصي هبه، مش هينفع منتخب مصر لو عمل انجازات غير مسبوقه في 6 و8 و10 2006 وبلعيبه جيل لن يتكرر، انه دايما منتخب مصر بيوصل في كل الادوار وكل البطولات بضربات الجزاء. ايه الموضوع ده؟ يعني هو احنا دلوقتي خلاص بقى اخرنا ضربات الجزاء؟ ما هو احنا بقينا دلوقتي نرجع تاني للنغمه قديمه قوي، هو احنا عايزين اداء ولا نتيجه؟ هو احنا ليه ما تخطيناش الموضوع ده يا كابتن؟ ما هو احنا عشان احنا مش شغالين صح. احنا اولا ما بنختارش صح،
عشان احنا ما بنختارش عشان المصلحه العامه. احنا بنختار عشان اختيارات ايه؟ اختيارات المدير الفني طبعا، واتحاد الكوره، والاختيارات ممكن تكون هل من جوه الاتحاد ولا من بره الاتحاد. طب الناس تسالني تقول لي طب انت عايز تقول ايه؟ اقول ان الموضوع كله من بره الاتحاد. طب بره الاتحاد مين؟ ان هنا بريده بيقول لاحمد مجاهد ويتفقوا مع بعض عشان يجيبوا واحد زي كروش. طب ويتفقوا على كروش، فهم انبهروا بالسي في انه موصل ثلاث فرق مثلا منتخبات كاس العالم. أيوة. فلما تيجي تبصي برضه. انا مش ببص ان انا بوصلك كاس عالم، لكن انا ببص ان انت مع اجواء، مع لعيبه مختلفه، مع ظروف مختلفه. لكن لما باجي هنا في المنطقه العربيه وبتعامل مثلا مع مصر، الجزائر، تونس، المغرب، لا انا عايز مدرب مع اختلاف الظروف، مع اختلاف اللعيبه، مع عليك. كل برافو حاجه عليك. لكن من الاختيارات نفسها البدايه على طول الناس كلها على فكره اتفاجئت وقالت ان ده جهبذ جاي من ساعه ما قال ايه انا مش هختار قفشه وما اختارش شريف. فالناس كلها قالت الراجل ده عنده وجهه نظر مختلفه، لا الراجل ده ليه رؤيه غريبه انه ما خدش شريف اللي هو هداف الدوري. وفي الناس اللي عايزه المصلحه اللي هاجمته. برافو عليك. انا من الناس اللي هاجمته طبعا. ازاي ما تاخدش واحد زي ده، وازاي ما تاخدش واحد زي ده، وحتى لو كانوا بدايل. يبقى انت شايفه قفشه كان قاعد على الدكه طبعا، ولكن انت ما عندكش امل واحد في المليون انه ممكن يشارك. دليل ان هو مش في حساباته، بس واختاره عشان برضو ايه؟ انه يسكت الناس والاعلام والدنيا والسوشيال ميديا والجماهير وكل الكلام ده، والاصوات اللي بتنادي بان قفشه يبقى صانع لعب، يبقى موجود. ما هي صناعه اللعب، انا بتكلم على صناعه اللعب. عبد الله السعيد فين؟ مع عبد الله السعيد اعتزل. لا هو ازاي اصلا واحد من عنده من جوه زيزو. زيزو برافو عليك. زيزو بمجرد نزله في الدقيقه 70 احنا حسينا ان في حاجه. فرصه. حسينا ان المنتخب اتنفس. برافو عليك. كانه رئه دخلت جوه، لانه هو كان حابس اللعيبه. حابس اللعيبه للدقيقه 70، بعد كده حرر اللعيبه بقى افراج. فلما نزل زيزو الناس اللي عندها الكوره بقى وعندها الحلول الهجوميه، الكوره العرضيه اللي عملت زيزو بدماغه لو كان موفق في واحده من الاثنين ولا رقص فيها اثنين وحطها في الضيقه، لو حطها في البعيده كان ممكن يدخل التاريخ. في ناس غاضبه من كيروش لانه حينما لم يكن محمد صلاح موفقا ما بيقدرش ان هو يسحبه بره الملعب. شوفي عايز اقول حاجه، في لعيبه يعني انا ما اقدرش اسحب ميسي، ما اقدرش اسحب رونالدو، ما اقدرش اسحب صلاح، ما اقدرش اسحب مثلا ليه؟ عشان هو اوريدي بيبقى ساحب معاه لعيبه بقى. لو احنا بنقول بقى يعني فكره انه الهاء الخصم حتى لو اللاعب مش مؤثر لانه هو ممسوك، بس هو واخدني اتنين تلاته معاه. برافو عليك. دي الجزئيتين مهمين جدا اللي انت اتكلمت فيهم. ان انا طول ما انا واقف انا مثبت، لان هو على فكره في الماتش السنغال كان هو كان مودي كمان ناحيه الشمال، كمان كوليبالي كان مايل ناحيه الشمال، كوليبالي اللي ضيع ضربه الجزاء السرد باك بتاع نابولي. كان مايل هناك مع لاعب قوي جدا. مع اليوسيس يعني، هم كمان مع سيس كمان اليوسيس، كان صلاح بيلعب على اليوسيس كمان، وكان كوليبالي كمان بيميل كمان، ادي اثنين. ايوه. فالاثنين دول واقفين عشان محمد صلاح. ادي مهم. في نفس الوقت صلاح كمان في حلوله الهجوميه كمان لما بتتوجد له المساحه بيبقى خطر جدا. يعني زي الماتش الاولاني دي كره ميته. الكره اللي اتلعبت بالسرو باص من عمرو السوليه ديت، هو تواجد في المكان ده وتوفيق ربنا كان الهدف. لكن خليني اقول لك ان اللعيبه اللي هم السوبر نفسه اللي هو زي محمد صلاح، اللعيبه دي دول بيعملوا فرق في المباراه يا هبه. يعني وجودهم في المباراه انا ما اقدرش اغير الا لظروف معينه، مثلا لا قدر الله بتبقى في اصابه ولا حاجه، لكن طول ما هو موجود في الملعب هو لعيب مهم جدا، لانه كمان بيدي الثقه ويدي اطمئنان للعيبه بشكل كبير جدا، لانه في لحظه ممكن يعمل لي فرق في المباراه. طب كابتن احنا دلوقتي داخلين على ماتش الاهلي افريقيا وماتش الزمالك افريقيا، ازاي شايف المواجهات دي على وجه الخصوص؟ عارفين ان الزمالك نرجع بقى نعمل ريفريش كده للذاكره شويه يعني بالنسبه لنا على الناحيه الافريقيه، ولكن على مستوى الفرق مش على مستوى المنتخبات. الزمالك خلاص ما بقالوش امل للصعود، الاهلي اماله بايديه هو في حاله ان هو فاز، لكن هل انت كنت متوقع ان احنا نوصل لهذه النتيجه مع المنتخب لانه الفريقين ما كانوش بيأدوا الافضل بالنسبه لهم؟ يعني بنسبه كبيره ده بيبقى ليه تاثيره الايجابي او السلبي. يعني لما الاهلي والزمالك بيكونوا متصدرين وبيأدوا اداء قوي جدا وبيبقوا قريبين من البطوله بشكل كبير جدا، ده بينعكس على المنتخب بشكل قوي طبعا. لما بيكون الاداء في تذبذب في الاداء وفي النتائج زي الزمالك في خروجه طبعا من الـ من الـ من البطوله، والنادي الاهلي يمكن متعسل لكن هيوصل. يعني النادي الاهلي مباراته مع الهلال الاخيره دي احنا بتتكلمي في 8 و5 في 8 بونت النادي الاهلي و5 الهلال. الهلال ما عندوش بديل الا انه يكسب المباراه. النادي الاهلي بيكفي التعادل طبعا، عنده فرصتين التعادل والفوز والمباراه هنا في مصر، فاعتقد فرص الاهلي هتبقى كبيره بشكل انه يقدر يكمل في البطوله. لا الزمالك استعادت الثقه، استعاد الثقه من مباراه انجولا هناك.
انه ادى اداء قوي جدا مع فيريرا. اعتقد ان الزمالك مش هقول ان هو عائد بقوه، لكن الزمالك كان فقد حاجات كتيره قوي مع المدعو كارترون الفتره اللي فاتت دي كلها. أيوه. دي حقيقه. يعني ساعات انا اقول المدعو ساعات اقول الاخ. انا بص يا هبه، انا مش بتريق او بسخر، لكن انا بتكلم بجد، لان انا احس ان في مدرب هيجي يضيف سواء لمنتخب مصر او للانديه المصريه زي الاهلي او الزمالك او اي الانديه اللي بتلعب في البطوله الافريقيه. الواحد بيسقف له، الواحد بيقول شابوه للمدربين اللي هم عندهم افكار جديده طبعا، وبيقدروا يطوروا من الاداء ويعملوا شغل كويس جدا. وشايف ان ده ممكن يتحقق مع فيريرا مع نادي الزمالك؟ بشكل كبير، لان هو طب ليه ما قلتش ان هو كبير في السن؟ قلت طب لا، ما انت قلت من شويه على كده. لانه ما قلتش ان هو كبير في السن، لان هو معاه ستاف بيتغير. يعني الفتره بتاعت 2015 كان معاه ستاف، الستاف دوت اشتغل. الصف اشتغل وانفرد ان هو بقى بيشتغل لوحده. هو جاب صف تاني موجود معاه بيشتغل بشكل قوي جدا، بالاضافه لوجود طبعا الكابتن اسامه نبيه موجود بقى بشكل كويس، واحمد عبد المقصود موجودين كمدربين مصريين. فهم في تعاون، انا شايف في شغل. حتى كمان في فتره التوقف دي فتره هيستعيد فيها الزمالك بريقه تاني وحيويته تاني، واللعيبه كمان تستعيد قدراتها وامكاناتها ومستواها وفورمتها العاليه بشكل كبير جدا في المباريات اللي جايه، لانه كمان انت بتخرجي من البطوله الافريقيه لكن عندك الدوري المصري وعندك كاس مصر، عندك بطولتين مهمين. سريعا، هل ممكن الزمالك يتخطى عقبه التجديد الخاص بالنجوم وان اللعيبه مش عايز تلعب عشان يتجدد عقودها والكلام ده كله؟ سياسه هيتبعها مجلس اداره مستشار مرتضى منصور بالنسبه للعيبه. خلاص ما بقاش في جزئيه ان انا ممكن حجر ورا اللعيب واقول ان انا كذا وكذا، اللي عايز يجدد اهلا وسهلا، احنا نظامنا 1 2 3، احنا سقفنا كذا، انا عرضت، انت مش عايز، شكرا مع السلامه. ممكن لكن في صفقات جاي قادمه، في الكابتن امير مرتضى موجود، المستشار مرتضى منصور موجود، مجلس اداره في وجود محليه طبعاً. افريقيه عالميه، في حاجات محلية. في مفاجات، لا في مفاجات كويسه، يعني في الصفقات كويسه جدا. طيب اخر سؤال للمنتخب سريعا يا كابتن، انت مع المدير الفني الوطني ولا اجنبي؟ انا في 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 نقطه بسرعه. لو مدرب وطني في اسماء كويسه، ممكن تطرح لي اسامي؟ يعني ممكن الكابتن حسام حسن نديله الفرصه ونسنده وندعمه. في موجود عماد النحاس برضو من المدربين كويسين، في احمد سامي جاي في الطريق بشكل قوي جدا. في المدرب الاجنبي هو مش اجنبي لكن ملم بالمنطقه العربيه والافريقيه بشكل قوي، هيرفي رينارد. طبعا مدرب كبير جدا، لو قدر منتخب مصر يجيب هذا المدرب اعتقد الدنيا ممكن تختلف عن منتخب. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام مرعي، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا وكل الفرق المصريه في المعتركات الافريقيه. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرك جزيلا، كل التوفيق لمنتخبنا باذن الله. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، مكملين معاكم في باقي فقراتنا في 8 الصبح بعد الفاصل. هنتكلم بقى على جوائز الاوسكار وصفعه ويل سميث وكل التفاصيل اللي انتوا عايزين تعرفوها. نسخة 94 من جوائز الأوسكار، وبعد ما عدينا بقى فترة الكورونا وكان فيها تأجيلات لمهرجانات وفي مهرجانات بتتعمل أونلاين، يعني كان في الفترة اللي فاتت حاجات وعراقيل كتيرة قوي بتعوق حتى أعتى المهرجانات، إلا أنه مهرجان الأوسكار اتعمل ولكن لم يخلو الموضوع من التعقيدات والتحديات قدامهم واللي زاد وغطى ألم ويل سميث. تعالوا بقى نقترب من الموضوع ده واكتر من الناقده الفنيه المميزه دائما واللي دايما بتفيدنا بكل الاخبار الجديده مي جوده. صباح الفل يا مي. صباح النور، عامله ايه؟ استمتعتي بجوائز الاوسكار؟ اتفاجئت، مش استمتعت اكتر، المفاجاه كانت العنصر الاساسي. يعني معظم الحاجات خارج التوقعات فعلا. بالظبط، هي كمان اكبر جائزه فيلم كودا ان هو يكسبها دي كانت مش متوقعه خالص. كله كان انظرها على فيلم ذا باور اوف ذا دوج، وده اللي كان واخد البافتا وخد كذا جائزه قبل كده، فكان ده كمان هو مرشح لاكبر عدد جوائز. وفي كده حاجه بتبقى مش رسميه بس هي معروفه اكتر، يعني الفيلم اللي مش مرشح لاحسن مخرج ولا احسن مونتاج ما بياخدش احسن فيلم. ده حصل مع كودا، ما كانش مرشح لاحسن مخرج ولا احسن مونتاج وخد احسن فيلم. فكانت كل الحاجات مش رايحه في ناحيته خالص، والميزانيه ضعيفه، وكان غريب يعني. طيب انا بقى يعني لفت نظري فيلم ديون، هو ما خدش افضل فيلم بس حصد كم جوائز غير طبيعي. هو كان مرشح ل 10 خد 6. فيعني طبعا ده اكبر رقم اتخذ السنه دي في الاوسكارز كمان يعني. وعلى النقيض تماما محتوى الفيلم الاول. محتوى الفيلم هو لسه هيتقدم على سلاسل، شفنا سلسله واحد، فيلم واحد بس منه. الفيلم بيتكلم عن رحله لشاب بيحاول ان هو ينقذ اسرته وينقذ العالم.
فدي شفناها كتير بس مقدم بشكل غريب، ورحله كمان فلسفيه بيقابل فيها نفسه وبيخسر فيها ناس بس هو يعني هو خلص الفيلم تحس ان انت لسه لا لسه محتاجه نكمل بقى، فده مستنيين كمان سنتين على ما ينزل تاني. محتوى الفيلم يؤهله ان هو ياخد 6 جوائز في الاوسكار؟ هو واخد مونتاج، واخد مونتاج، واخد حاجات ليها علاقه اكتر بالصناعه، فهو فيلم ثقيل صناعيا فعلا كصنع. هو تقيل جدا طبعا بس كفيلم احنا نشوفه ونتبسط بيه كناس في السينما، لا مش حاسه ان كل الناس تحب الفيلم قوي. اللي هي فكره جواز المهرجانات اللي اكتر يعني افلام المهرجانات اللي هي ممكن تكون بالنسبه للمشاهد العادي ما تشدوش اصلا. بالظبط، هو فلسفي قوي كده وطويل، طويل قوي ساعتين وشويه. نروح للحاجه الابرز بعدين نرجع للافلام تاني. قلم ويل سميث، الموضوع كبير، الموضوع حقيقي لانه كمان ويل سميث كان خايف ان يتحسحب منه الجائزه وطلع اعتذر وطلع قدام نفسه، ولحد دلوقتي الناس بتقول ان ده وارد ومستنيين لسه النتيجه. في تحقيق اتفتح بس لسه لحد دلوقتي ما طلعش ده في اعقاب البيان اللي طلعته الاكاديميه. طلع امبارح البيان ان هما لسه بيبحثوا الموضوع بيحققوا، وكمان كان اول ظهور امبارح بالليل لكريس روك وما علقش على الموضوع، كان عنده عرض ستاند اب كوميدي وقايل لهم انا لسه متلخبط ومش هتكلم دلوقتي، وما جابش سيره ويل سميث خالص رغم ان كان الجماهير بتهتف ويل سميث ويل سميث، تجاهلهم تماما وكمل العرض بتاعه عادي. فلا الموضوع حقيقي وموضوع كبير يعني. طيب والتويته بتاعت جايده اللي هي اصلا اساس تجاهلت الموضوع، كل الموضوع قلت لك انا هتعالج، تجاهلت كل الموضوع ما اتكلمتش يعني. وهي كمان محيره جدا، هي بقى لها سنين بتظهر بشارب لابتها دايما تربان على راسها وتطلع في اي فيديو لابسه تربان، فهي ظهورها كان جريء وان هي خلاص بتتجاوز الازمه، فانا مش عارفه ليه الافيه برضو اثر فيها بالشكل ده لانه كان ويل سميث بيضحك عادي في اول لقطه وهو بيسمع الافيه. فكره التنمر برضو هو كان يعني بيضحك، ممكن هو في الاول كان بيضحك بس لما لقى وشها بالظبط يعني. بس طبعا احنا بنتكلم برضو انه التنمر مرفوض وكل حاجة، لكن قبل ما يخشوا الفيديو اللي هم عملوه ان احنا داخلين نعمل فوضى، ده برضو علامة استفهام. وهو اصلا لجايدة وويل سميث طول الوقت في الاوسكار في تنمر، مش بيبقى تنمر، بيبقى سخرية دايما، بيبقى المقدم بيسخر من اللي قاعدين. وكان في افيه رمى قبلها عن ديكابريو ان هو بيصلح الكرة الارضية عشان صحباته، فيعني دايما بيترمي افيهات على الناس، فهو ده عادي بيحصل في الاوسكار. فالرد الفعلي كان غريب يعني، انت كان ممكن تقوم من مكانك وزي ما انت ما قمت بس تقول له ما تتكلمش، ممكن تكتب تويت تدين بيها الموضوع. يعني انا حاسه ان هو الموضوع تحول لازمه اكبر للفريق البي ار عند ويل سميث، بدل ما كانوا يحتفلوا باول جائزه اوسكار ليه رغم تاريخه العظيم المهول ده، طالعين يبرروا هو ليه بيعمل ده وليه بنعتذر وليه بنقول. فالموضوع تحول من انتصار ساحق في الاوسكار انه لا معلش احنا اسفين ومش نعمل كده تاني وده عنف مش مبرر فلا لخبطه فظيعه يعني. في خبر فني بعيد عن جوائز الاوسكار بس هو دلوقتي الترند في العالم كله، بروس ويلس اعتزاله التمثيل وفقدانه النطق، التداعيات بقى اللي بعد كده. هو لحد دلوقتي اللي طلع تويت امبارح كتبوها الاسره كامله، زوجته السابقه ديمي مور وزوجته الحاليه وابنائه، اعلنوا فيها ان هو خلاص هيعتزل التمثيل. هي الحاله اللي عنده مشابهه شويه لحاله جورج سيدهم الله يرحمه، انه مفقد النطق ومش عارف يجمع كلامه ومش مدرك للي بيتقال حواليه، فطبعا ده صعب جدا ان هو يكمل تمثيل بالشكل ده. اخر فيلم عمل كان السنه اللي فاتت 2021 ويعني ما حققش النجاح الكبير، هو برده بدات تتوارى عنه الاضواء زي ما بيقول، بس هو ستيل هو نجم هوليوود بروس ويلس هارد يعني. ليه ده البوست اللي كتبته بنته على الانستجرام بالظبط. هو كان بتشرح حالته، كان بتقول فيه ان هو جاله المرض اللي هو اللي كان يخليه يمنعه من الكلام. بس لكن ما قالوش السبب. هو اللي انا قريته عن النت من بيجي اغلبا من انه خبطات في الراس زي ما كنا بنقول، او من ان هو جاله سكته دماغيه قبلها او جاله حاجه قويه تؤدي لده بعد كده. هم ما علموش قبل كده ان هو كان تعبان، والاسبوع اللي فات كان ميلاده احتفلوا بيه عادي خالص ونزلوا تويتس وصور ليهم مع بعض. كلنا اتفاجئنا بصراحه، ما اعلنوش ما مهدوش الخبر خالص، كان لسه ميلاده بيحتفلوا بيه عادي وما حدش قال اي حاجه يعني. وكان في ظهور ليه وصور صور وكل حاجه، جايز تكون صور قديمه وهم كانوا لسه بيفكروا يعملوا ايه، بس كان في احتفالات بعيد ميلاده واضحه جدا من الاسره كلها بتدعمه يعني. طيب نرجع تاني لجوائز الاوسكار، نبتدي بقى كده نرصد مع الساده المشاهدين. انا عجبني قوي التكريم الخاص لفيلم جاد فادر، كلنا طبعا 50 سنه على جاد فادر، وده فيلم من علامات هوليوود الكبيره. وظهور الباتشينو وروبرت دينيرو مع بعض على المسرح، مهما عدى الزمن عليهم بتحس انه لا بتتخطفي لما بتشوفيهم مع بعض ايا كان. ده بيوثري اي مكان يعني، تخيلي الرمزين دول واقفين مع بعض. بالظبط، فاي ايا كان بقى عدى عليهم قد ايه ما ظهروا او ما ظهروش مع بعض، وجودهم جنب بعض دايما ملفت ودايما هم
خاطفين للاضواء بشكل كبير جدا. الظهور كان تكريمي اكتر، بيشكروا فيه الناس وبيشكروا فيه صناع الفيلم. 50 سنه برضو كتير على فيلم وكلنا فاكرين كلنا شفناه يعني. فطبعا ده كانت لحظه حلوه جدا. انت عشان انت مهتمه كمان بالازياء اسالك على جايزه افضل ازياء. فيلم كرويلا. انا سعيده جدا بالجائزه دي. فيلم انت حاسه انها مستحقه؟ جدا. الفيلم كان مليان اكتر من لحظه في الازياء فظيعه. حتى لو انت لو ذوقنا اختلف في اللبس او ذوقنا اختلف في تنسيق الالوان في اي حاجه، لما تشوف الفيلم تحس لا ذوقنا هيبقى واحد، يعني تحس انه دي حاجه خاطفه يعني. كانت في كام لحظه والمفروض ان هي كرويلا عامله حملات مضاده للناس للمصممين الازياء اللي مضادين ليها في السوق ورافضينها. بتلبس لهم لبس مصمم من ورق الجرايد اللي بيشتموا فيها، في حاجات تعقيد يعني. بالظبط. في فستان كان خاطف جدا للنظر، كانت عاملاه كله بيلمع، وفجاه بتلاقي ان الفستان ده اصلا كان عباره عن يرقات. يوم العرض كل اليرقات دي كبرت وطارت والفستان بقى فاضي ما فيهوش اي حاجه. فبتورط الناس بيه. ففي كذا اكتر من لحظه خاطفه في الازياء جدا بصراحه. طبعا. جائزه الاوسكار لافضل مخرج، يعني انا برضو مش لفت نظري الجائزه، لكن لفت نظري ان ستيفن سبيلبرج من ضمن المرشحين ولم يفز. ما هو احنا عندنا للاسف بقى الموضوع ما بقاش قايم على مين هياخد ايه. ما هو برضو كل ما تكوني من يعني حسب القواعد الجديده، كل ما تكوني من اقليات كل ما فرصتك مكسب اكبر. فاحنا المخرجه اللي كسبت المره دي هي ثالث مخرجه تكسب في جين كامبيون بالظبط على فيلم ذا باور اوف ذا دوج. ده ثالث مخرجه تكسب في العالم، وهي ترشحت ثاني مره للجائزه، ودي اول انثى ترشح مرتين لجائزه اوسكار احسن مخرجه. فكل ما تكوني اقليه كل ما هتبقى عندك فرصه اكبر في المكسب. طبعا. لكن انت شايفه ان ويل سميث هو الاحق بان هو ياخد الجائزه؟ المنافسه كانت قويه، بس هو مكسبه. احنا كلنا بنحب ويل سميث. هو فيلم ريتشارد كينج. ريتشارد كينج وكان سيرينا ويليامز وفانيسا ويليامز، هو طلع دور كينج ريتشارد اللي هو الاب ليهم اللي خلاهم يحبوا الرياضه ويخلاهم بطلتين عالميين في التنس. هما طبعا بطلات التنس بالظبط. فالفيلم هو دوره قوي جدا فيه طبعا، ومستحق، لان احنا بنحب اي مهما عمل ويل سميث، ومهما رفضناه ومهما شجبنا ورفضنا العنف، احنا ليه ادوار في حياتنا بنحبها. ذا ليجند يعني اقل حاجه يعني. جيسيكا شستين، خلينا نتوقف عندها شويه. افضل ممثله ودورها في الفيلم والميك اب بقى اللي هي بعد كده طلعت قالت انه ده هيضر ليه اضرار عليا مستقبليه، المكياج اللي هي حطيته على وشها. هو الفكره كمان السنه دي ان جيسيكا تشستن وويل سميث وكل كل الكاست اللي كسبوا السنه دي كلهم اول مره يكسبوا. فدي لقطه كانت لطيفه جدا في الموضوع ان كلهم اول مره. جيسيكا تشستن ترشحت كده مرتين وما كسبتهاش. الميك اب كان غريب لان هو كان بيرجع لعصر قديم في العشرينات والتلاتينات من القرن الماضي. فالحواجب الرفيعه قوي والباودر الكتير قوي ده كان ساعتها هو اللي رائج في الوقت ده. فالميك اب هيأثر عليها عشان كانت حاطه طبعا مسحيق تجميليه كتير جدا على وشها لدرجه ان هي اضرتها اكيد. يعني هي اضرتها وضرتنا احنا في النظر في المشهد بصراحه. الموضوع كان تقيل قوي، غريب غريب شويه. لو رجعنا لهوليود القديمه هنلاقيهم كانوا بيحطوا فعلا الميك اب ده بالحواجب الرفيعه قوي دي بالباودر الكتير ده. فده اللي كان متعرف عليه في وقت ساعتها يعني. انكانتو. يعني انت عارفه ما ينفعش اعدي الفقره من غير ما اتكلم كرتون. الفيلم انا سعدت جدا بمكسبه بصراحه. الفيلم حلو. ده فيلم ديزني طبعا. ديزني وكله فرحه وبهجه والوان وغنى، فسعدت. بس هو الافضل في الـ في الـ في, الـ في الاسامي اللي هي الافلام المرشحه. كان هو ولوكا اللي عاملين اكبر نجاح، الاثنين ديزني. بس ان كانتو عشان برضو بيناقش فكره الاسره، ولوكاس بلوكا بيناقش فكره الاصدقاء، فبرضو كان مكسبه حلو. وبعدين ما كناش بنشوف كمان السينما الكولومبيه قوي بتكسب في الافلام، فده كان تعارض جديد عليها في الكرتونات. تروي كوستر افضل ممثل مساعد. بالظبط. هو الاول اصم. كل كان المرشحين كلهم كانوا يستحقوا بصراحه. كان الموضوع كان صعب في الاختيار في فئه احسن الممثلين كلهم. في فئه الافلام نفسها كانت شويه الناس محاسماها لذا باور اوف ذا دوج عشان كسب كتير ومرشح لحاجات كتير قوي. فكان ده المحسوم اكتر. بس كل المرشحين لاحسن ممثلين سواء ممثل مساعد او ممثل دور اول كلهم كانت المنافسه قويه جدا بينهم. طيب انيتا. أنيتا أفضل ممثلة؟ أيوه. أريانا طبعا. أريانا دي بوس. أريانا دي بوس كمان هي الأول ممثلة أفرو كولومبية تكسب في في الأوسكارز. وهي كمان ويست سايد ستوري. بالظبط. وهي كمان أول ممثلة فوق من مواليد التسعينات تاخد أول جايزة ممثلة مساعدة. بتنافس فيها جينيفر لورنس كانت كسبها، بس كانت عن أحسن ممثلة دور أول مش مساعدة. فهي انجاز ليها جديد طبعا مع صغر سنها ان هي تكسب جائزه زي دي في دور صغير طبعا. بس هختم معاكي بافضل اغنيه اصليه.
ايوه دي جايزه حلوه جدا جدا جدا. طبعا خدها فيلم جيمس بوند، هو دايما لما بيدخل جيمس بوند لازم هو اللي بيكسبها يسيطر على طول. انا مع الاختيار ده. دي يعني معظم الجوائز، ولكن احنا قلنا الابرز في البدايه ان ديون سيطر تقريبا على 6 جوائز، ويل سميث طبعا كانت هي يعني غطت على كل الاحداث. بس ما تقوليش بقى افضل فيلم وافضل ممثل والكلام ده، هو هي دي لقطه الحفله. بشكرك شكرا جزيلا مي جوده الناقده الفنيه اللي دايما بتمتعنا باللقطات الخاصه بيها. بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا. كل سنه وحضراتكم طيبين مشاهدينا الكرام، بنستقبل شهر كريم، نشوفكم بكره ويتجدد لقائنا ان شاء الله، وحلقه جديده من 8 الصبح. ابدا يومك صح، يومكم جميل ان شاء الله.